طيب، يسعد مساكم يا شباب. خلينا نبدأ بأسئلتكم بخصوص البربلكسيتي. البربلكسيتي، أنت لو رجعت للكتاب للباب الثالث اللي هو الـ Anagram Language Models في صفحة 30، ممكن تنزل للكتاب لغاية سيكشن اسمه، هنا بيحكي عن Evaluating Language Models. تمام، في الـ Evaluation للـ Language Models هنا بحكي إنه أنت ممكن يكون في عندك Extrinsic Evaluation وفي عندك Intrinsic Evaluation. طبعا Intrinsic Evaluation هذا بيقتضي إنه إحنا نقسم يعني الـ Dataset للـ Train Dataset و Test Dataset، وممكن أنت تعمل Part ثالث اللي هو الـ Held Out. تمام، الفكرة في الموضوع إنه في الـ extrinsic dataset إنه أنت بتجرب الـ language model تبعك مع system تاني، زي مثلاً إنه أنت بتجربه مع speech أو ممكن تجربه مع machine translation أو أي شغلة تانية، وبتشوف كيف أداء الـ speech recognizer. طبعاً هذا إنه out of the scope من الاساينمنت المطلوب منكم. المطلوب منكم انه انت تعمل intrinsic evaluation. في الانترنسيك evaluation زي ما قلت، مطلوب منك تقسم البيانات لترين وتست وهيلد اوت لثلاث اقسام، او ممكن انه انت تكتفي بالترين والتست فقط. تمام، وبدك تستخدم حاجه اسمها البربلكسيتي. البربلكسيتي هيها مشروحه هنا في سكشن لحالها. تمام، البربلكسيتي او sometimes انه احنا بنسميها بي بي او بي بي ال for short of the language model on the test set is the inverse probability of the test data normalized by the number of words. يعني هاي المعادلة تبعتها، على فرض انه انا عندي sequence of words W1 2 3 لغاية الآن. تمام، فهي عبارة عن الانفرس للبروبابيليتي تبع هدول السيكونس اوف ووردز، فبالتالي هذا الانفرس، فبالتالي انه بتصير واحد على البروبابيليتي. طبعا بتحطه تحت الجذر للان. طبعا ممكن انت تستخدم التشين رول عشان تعمل اكسباند للبروبابيليتي، فبالتالي انه هي بتكون عباره عن حاصل ضرب. في النهايه انت احنا ممكن نعمل جنراليزيشن للمعادله، انه البروبابيليتي تحسب انه probability of the word ال i given that word i minus 1. تمام، فهيك تحسب البربلكسيتي بهاي الطريقة. فهي شرح عنها بهذا الشكل. طبعا انت ممكن انه انت تروح تكتب هنا بايثون بربلكسيتي. calculation برضو أعتقد أنه هي موجودة في الأنالتيكية. ممكن تكون موجودة في الأنالتيكية. هاي البربلكسيتي شرح عنها نفس الشرح هذاك. تمام، وهنا حتلاقي أنه في الكود هنا بورجي لك كيف أنه هايو أنالتيكية. تمام، وهاي ترين سنتنس. تمام، وفي انت عندك تيست سنتنس، فبالتالي انه بده يحسب البربلكسيتي للتيست سنتنس. التيست سنتنس اللي مستخدمه، او اللي هو يعني حطها على شقه انه بده يشوف كيف انه ادائها. طبعا انت ممكن انه انت تستخدم الداتا سيت تبعتك بحيث انه تعمل جنريشن للسنتنسز، والجنريتد سنتنسز هذه يعني تستخدم التشين رول او الشانون جيم، تعمل بشكل اتريتيف جنريشن لمجموعه من السنتنسز اللي هو على قد التست داتا سيت. وعلى هذا الأساس أنت بدك تروح إنه تقيس مقدار البربلكسيتي للتست داتا.
طبعا عشان أسهل عليك الموضوع شو عملت؟ رحت عدلت لك هنا في الأسايمنت إنه هنا الأسايمنت إنه هو نفس اللي فات، تمام؟ وهي الرابط تبع الداتا سيت. فبحكي لك إنه أنت بدك تنتقل على منصة الكاجل وتعمل فورك لهذه النوت بوك. طبعا منصة الكاجل أكيد أنتوا اشتغلتوا عليها في الداتا ساينس، وبتسهل عليك إنه أنت يعني تشتغل زي الكولاب. أعتقد إنه شرحت لكم في محاضرة سابقة عن الكولاب، تمام؟ فأنت اللي حتسويه فعليا، أنت راح تعمل فورك. طبعا أنا فيش عندي هنا في الخيار فورك لأنه هذه النوت بوك تبعتي، فأنت بتروح تعمل أعتقد إنه مش فورك، اسمها كوبي أند إديت نوت بوك أو فورك على ما أعتقد، تمام؟ فبتروح تعمل منها فورك، وهذه النوت بوك ايش عملت فيها؟ رحت عملت البيانات، هي جيسون اللي هو من الار تي، تمام؟ هي الار تي، فبالتالي هذا الهيدلاين الاول، هذا الهيدلاين الثاني. العثور على رفات ساحره عمرها 1600 عام، الصين تخذل ايران في نفطها، الى اخره من الاخبار انا موجوده عندي. طبعا انا عندي قديش خبر؟ عندي حوالي 334 ألف خبر. عملية الترين والتست سبليت عملت لك إياها هنا. طبعا أنا بعد ما حولت على باندا داتا فريم أخذت منها سامبل، والسامبل هذا راح يكون لإلكم كلكم نفس الشيء، لأن أنا ثبت الراندوم ستيت. لما نثبت الراندوم ستيت معنى ذلك إنه كلكم حيكون نفس التقسيمة بالضبط، عشان أنا بدي أقارن شغلكم مع بعض، تمام؟ فبالتالي انه التست داتا هي عباره عن الارابيك ار تي، اخذت منها سامبل، السامبل هذه تمثل 20% وهنا راندوم ستيت. طبعا كل مره لما اجي اشغل حياخذ نفس السامبل، ليش؟ لانه انا ثبتت الراندوم ستيت. الان الترين داتا ايش راح تساوي؟ انه الارابيك ار تي دوت دروب ل التست اندكس اللي هو هذا الكلام. فبالتالي هيك انا بحصل على هاي الترين، تمام؟ هيو الحجم تبعه او 267 الف سجل او خبر، والتست اللي هو يمثل 66 الف اللي هو يمثل 20% فبالتالي هنا اللانجويج موديل تبعك باستخدام النيورال لانجويج موديل، حتحط الكود تبعك هنا، وباستخدام الريكرنت نيورال لانجويج موديل حتحط الكود تبعك هنا، وبعد ما تخلص هذول الاثنين راح تعمل ايفالويشن في هذه المنطقه. فهي الاساينمنت اللي انت مفروض انه انت تسلمه. طبعا لما تيجي تسلم ما تنسى انه انت تعمل لي الاساينمنت بابليك، تمام؟ او اذا انت يعني مش حابب انه انت تحطها بابليك، انه انت ممكن انه انت تضيفني هنا كولابوريتور. فبالتالي انا حظهر لك بسهوله. طبعا هنا مش حظهر لانه انا الاوثر تبع الداتا سيت هذه، فحسابي يعني معروف، ممكن انه انت توجده بسهوله وتعمل لي شير على الداتا سيت تبعتي، على النوت بوك تبعتك، تمام؟ فبالتالي المطلوب منك انه انت تقول لي انه والله باستخدام النيورال لانجويج موديل طلعت انا معايا البربلكسيتي هالقد، والريكرنت النيورال لانجويج موديل طلعت انا معايا البربلكسيتي هالقد. طبعا البربلكسيتي الفاليو اللي بتطلع للي سال هذا السؤال، الفاليو عاده بتكون بالهندردز، بالمئات. هذا الكلام هيو حين محطوط هنا، في هنا مستخدم يونيغرام، بايغرام، تريغرام، فبالتالي هنا 962 170 109. فبالتالي الانغرام موديل عادة انه في المئات، يعني 700 800 400 300 بيكون بهذا الشكل. طبعا انت ايش بدك تسوي؟ بدك تروح عندك هنا على التست داتا، هذا الترين وهذا التست، تمام؟ ايش بدك تروح تسوي؟
بدك تروح انه انت تلف على كل جملة من هدول الجمل، وايش بدك تعطي له؟ بدك تعطي له بس اول 3 كلمات او اول كلمتين، تمام؟ وخليه يعمل جنريشن للباقي، تمام؟ فحيطلع انت عندك هنا data frame، ايش فيه؟ الجنريتد تكست، تمام؟ وهذا التست. فانت ايش بدك تروح تسوي؟ بدك تروح تقيس البي بي ال، تمام؟ بدك تعتبر انه هذه انت عندك للترين، تمام؟ حسب الكود اللي موجود انت عندك هنا، تمام؟ هنا هو اعتبر انه الجملة هذه اللي هي للترين داتا عن ابل عن اورنج، تمام؟ وهنا التست سنتنسز اللي هي ال 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 الجنريتد تكست، فبالتالي بتروح بتطلع لك البربلكسيتي انت عندك هنا كسكور. فهي كيفية شغلك على الواجب، بده تركيز هيك بحيث انه انت تشتغله. والهدف من الاساينمنت هذا انه بدي اياك انه انت تستوعب المفاهيم النظرية اللي انا شرحتها اوريدي، لانه انت لو بدك ترجع على الكلام هذا بدك ترجع للشابتر عشان انه انت تستوعب هذا الكلام. الشابتر انت عندك الشابتر، لو رجعنا هنا على sequence processing with recurrent neural network، انه هنا فعليا انه احنا بديله 3 كلمات عشان اعمل prediction للكلمة الرابعة، وبكرر هذه العملية بشكل iterative عشان اكمل اكمالة الجملة. طبعا انت الكود اللي انت بدك تبنيه او اللي بدك تستخدمه ممكن انه انت توجد او يعني تستعين باي وصفة موجود على الانترنت، تمام؟ وزي ما حكيت لك الهدف انه انا مش جاي في الاسايمنت هذا اتحداكم في البرمجة، لا، بقدر ما انه انا بدي اياك تطبق المفاهيم هذه عمليا، وتقدر انه انت تقارن النيورال لانجويج موديل مع الريكرنت language model، وتقول لي انه والله بناء على البربلكسيتي انه هذا افضل من هذا. بالمناسبه البربلكسيتي كل ما كانت اقل الفاليو، كل ما كانت اقل بيكون افضل. يعني نرجع ل هنا في الباب الثالث، هنا لما شفنا الثلاثه لانجويج مودلز هذول انه انا عندي قيمة 900 هنا 170 وهنا 109، طبعا انه مين افضلهم؟ اللي اقلهم قيمة اللي هو 109، تمام؟ فانت بناء يعني بناء على هذا الكلام انه انت بدك تشوف انه انت راح تطلع لك two values، وعلى هذا الاساس انه انت بدك تشوف انه مين اللي بيطلع عندك اقل منهم. طبعا عشان يعني تكون الامور واضحه ممكن انه انا اشرح لك الان كيف انه انت بعرفش يعني في حدا عنده مشكله في الكاجل؟ دكتور الحين كان في عندي بس استفسار. الحين احنا تقريبا انا اشتغلت الواجب حليته، بس لكن الطريقه مختلفه شوي. لا، أنا بدي بالطريقة هذه عشان إنه أنا أقدر أقارن شغلكم مع بعض، يعني فأنت بدك تحاوره. تمام، هو إيش الفكرة؟ بتأكد من الفكرة صحيح ولا لا؟ إنه ما قرأت لقيت إنه بيحسبوا البريبليكسيتي في التنسر فلو من خلال اللي هو في حاجة هو الكروس انتروفي، بس انه بيجيب الكروس انترو بتاع الجنريتد تكست وبيعطيه بس بيحطه جوا الاكسبوتنشال، ومن خلال هذا الفانكشن بمرره كمتريكس للنيورال نتورك. الانتروبي الكروس كاتيجوريكال، الكروس كاتيجوريكال انتروبي لا تعتبر بربلكسيتي. هو بيجيب الريزلت تاعتها وهيك شفت المعادله وبمررها وبيعطيه وبيجي الاكسبوتنشال تبعها. طيب عبين مع انه انت تجهز هذا الشيء خليك تعمل شير للشاشه، اسمعني خليك تعمل شير للشاشه، بس انت
يعني حضر هذا الإشي وعشان أخليك تعمل شير للشاشة، بين ما إنه أنا يعني أكمل أستكمل بقية هذه الشغلة. تمام. أنا من إذا أنت يعني عشان إنه أنا شاكك إنه ممكن يكون في عندك لابس، فعشان هيك يعني ورجيني الشاشة تبعتك بس حضرهم، لما تقول لي جاهز يعني افتح المايك وقول لي أنا جاهز بخليك تعمل شير للشاشة. بس الآن يعني بدي إياكم تجاوبوا على السؤال تبعي، تقدروا تشتغلوا على الكاجل؟ لأنه أنا بدي إياك تسلم الواجب على الكاجل. تمام، ما في أي في مشكلة، حدا ما اشتغل على الكاجل قبل هيك؟ نجرب. احنا ما اشتغلناش على غير بس يعني مش هيكون طب اشتغلتوا على الكولاب قبل هيك؟ احنا دكتور احنا اشتغلنا الواجب على الكولاب مش على الكاجل، على التنسر فلو. ممكن عبد الله عنده طريق، يعني كان بيتكلم في طريقة انا شفتها انه بيحسب البربلكسيتي من خلال الاي اس الكريس انتروبي، فشفت الطريقة هذه. زائد انه في تقريبا كمان كانوا عاملين اكستند ل لمتريك لقيتها على الجيت يا هاب. استاذ يا استاذ الان انه انت بدك تشتغل على يعني بغض النظر هي كلها عباره عن نوت بوك، بس انا ليش بدي اياك تشتغل على الكاجل؟ بدي اياك تشتغل على الكاجل لانه انا بدي اياك تعمل فورك من النوت بوك تبعي ويكون نفس تقسيمه البيانات تبعتي، عشان انه انا لما اعمل يعني لما اجي اقارن البريبلكسيتي تبعتكم اقدر اقارنها لانه على نفس الديت على نفس التست داتا سيت. هذه الشغله. الشغله الثانيه، لو انت كنت مش يعني اشتغلت حاجه على الكولاب يمكن نقلها بسهوله على الكاجل، لانه انت عندك هنا كل الباكجز موجوده، حتى لو انت كنت مشتغل تنسر فلو مع الكروس كاتيجوريكال انتروبي او الانتروبي الاس تبع الانتروبي هذا اللي انت بتحكي عنه يمكن حسابه هناك. فبالتالي الجزئيه التقنيه الفنيه من المتعلقه بنقل الاساينمنت تبعك من الكولاب للكاجل هذه يفترض ما يكون فيها اشكاليه بالمره. الان بدنا نحسم موضوع انه انت هل فعلا ممكن تستخدم الانتروبي في الايفالويشن للشغل تبعك ولا لا؟ فخليه هو يعمل لي شير للشاشه تمام، واشوف هذا الكلام اقول لك انه اوكي المعادله هذه صحيحه بينفع انه انت تستخدمه او لا. تمام دكتور ان شاء الله. طيب الان طب ماشي كلكم بتشتغلوا على الكولاب اعتقد انه ما في عندكم مشكله، بس انا ممكن انه يعني احكي لكم كيف انه انت تشتغل على الكاجل. بس ثواني خليك معايا. أوكي طيب الكاجل أنت ممكن تشتغل عليه ببساطة إنه تفتح السايت kaggle.com. طبعاً أنا هنا بستخدم الأوبرا براوزر لانه فعليا مش في الالاينمنت، يعني انا بدي افتح هذا الكلام هنا في يعني في عشان بس تكون تصحى لهي الشغله، يعني ممكن تكون حسب حتى لو كان الويندوز تبعك انجليزي. يعني في الكاجل هنا انت عندك هي عباره عن your home for data science، فبالتالي انه كل الداتا ساينتست بيشتغلوا على المنصه هذه. فعليا انت بتعمل عليها بروفايل، والبروفايل هذا يعني زيه زي الجيت هاب، ممكن تعمل عليه تحط فيه داتا سيت وممكن تحط فيه نوت بوكس وممكن انه انت تشارك في كومبيتيشنز. تمام. طبعا احنا اللي بيهمنا في الموضوع هذا انه هو الداتا سيت والنوت بوكس، بدك تشارك في كومبيتيشن هذا شيء لا يعني متعلق فيك لاحقا، انت ممكن انه انت تشتغل عليه. الآن النوت بوكس أنت كيف ممكن تعملها؟
انه انت بتختار هنا النوت بوك، او بتختار عفوا هنا من التاب هذه النوت بوك، بتختار النيو نوت بوك. طبعا هنا بروح بيطلع لك بعمل لك نوت بوك جديد. تمام. الان المشكله في الموضوع انه انت عندك هذه الالاينمنت هنا، انه يفترض انه يكون من اليمين للشمال مش من الشمال لليمين. كيف يعني؟ يعني على سبيل المثال انه هذه السيل بدي اعملها رن زي هيك، تمام، وهنا بدي اعمل برنت هلو. هذا الزر، هذا الزر يفترض انه هو يكون هنا، تمام. فعشان هيك يعني ممكن انه انت ما ترتاحش مع هذه الشغلة، فعشان هيك ممكن تستخدم انت براوزر تاني زي الفايرفوكس او الاوبرا. طبعا في الاوبرا هنا خليني اعمل نيو نوت بوك. طبعا النوت بوك هذا انت بتحط تسميته من هنا، ممكن انه انت تسميه مثلا تيست نيورال لانجويج موديل نوت بوك. تمام. ففعليا هيو شايف ترتيب هاي الزر هيو موجود هنا على الشمال، وهيك انه بيكون مريح بالنسبة لك. فهذه النوت بوك فعليا انه انت ممكن تعمل رن لبارتيكولار سيل، يا اما من هنا هيك او من هنا، او تعمل رن لأول السيل. طبعا انت رح تعمل رن لسيل واحدة واحدة. طبعا الانستانس اللي موجود عندك هيو انه انت فعليا مستهلك 0% من السي بي يو، لانه انت لسه مش مشغل. الرام عندك 16 جيجا، ماخذ بس 100 منها 184 ميجا بايت، والديسك 19 جيجا ماخذ منهم 44 ميجا بايت. طبعا السيشن طولها مدتها 9 اورز، بسمح لك انه تكون السيشن تبعتك. تمام. هذه ممكن انه انت تعمل ستوب للسيشن، او تعمل ريستارت للسيشن تبعتك او للانستانس تبعك. فعليا انه هذه السيل هاي بدي اعملها، فهو فعليا بيعمل امبورت للنمباي والباندا از ان بي. انا فعليا بشغل هذه السيل زي هيك، وهنا انا في عندي ممكن اعمل امبورت تنسور فلو از تي اف، وهنا بدي اشوف الفيرجن تبعته. ففعليا التنسور فلو موجود، تمام، والنسخة اللي موجودة 2.3.1 أحدث نسخة. فبالتالي أي library أنت محتاجها موجودة هنا هتلاقيها. لو مش موجودة أنت ممكن تنزلها ببساطة، بتروح بتحط علامة الاستفهام pip install وبتحط اسم الباكج اللي بدك إياه. تمام. طبعا أنت ممكن ترفع dataset عندك، تمام، او يعني تستورد من الداتا سيت، يعني مثلا هنا على اليو اس الكشنز 2020، تمام، بتضيفها لانه هي مرفوعه مسبقا من ضمن الداتا سيت اللي عندهم، او ممكن تعمل ابلود لداتا سيت جديده. تمام. طبعا انت ممكن كذلك انه انت الانترنت هيو مفتوح متاح عندك، فممكن تنزل اي حاجه من الانترنت. طبعا اللانجويج بايثون. كذلك بالنسبة للأكسيليريتور انت ممكن تفعل الأكسيليريتور انه انت تختار انه انت تفعل الجي بي يو. انت الآن عندك سي بي يو بس، ممكن انه انت تفعل الجي بي يو في وقت، في حال انه انت بتحتاجه فعلا. تمام. فببساطة هاي النوت بوك تبعت الكاجل. تمام. ممكن اعمل هنا برنت هلو زي هيك. الان انت لما تيجي تسلم بتروح هنا تختار انه هذه الكيرنل بابليك، تمام، او انه انت بتضيفني هنا ككولابوريتور، وزي ما حكيت لك بتحط الحساب تبعي MK سعد، تمام، او بتحطها بابليك. انا حاطها بابليك، تمام، فبالتالي بحفظ هذا الكلام. وهذه الشغلة. الشغلة الثانية انه انت بدك الكيرنل هذه تنحفظ الرام تبعها، ف
فبعد ما انت تخلص رن كل حاجه فبتروح هنا سيف للفيرجن وبتختار هنا سيف اند رن اول كوميت تمام. ففعليا هو بيروح بيطلع لك اياها كفيرجنز زي هيك هنا وبحكي لك انه هذه فيرجن واحد هاي سيف. بعد ما يخلص بيظهر لك هنا انه انت ممكن تعمل فيو للنوت بوك اوكي. هاي فيو للنوت بوك تمام. انت لو حطيت اليو ار ال هي بحط لك الفيرجن اي دي تمام. فهي النوت بوك هي فيها كل الشغل محفوظ تمام. فيش يعني انا لما اجي اطلع انا مش حاعمل رن ولا حاجه خلاص انه انت عندك الكود وباجي بطلع على النتائج تبعتك. وهنا انه 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 كيف انه هو بيشتغل بنظام الفيرجنز انه هذه فيرجن واحد اوف واحد تمام. وهنا كود جديد وقلت هنا برنت جود باي تمام. وهنا انت بالمناسبه ممكن تضيف كود سيل ومارك داون، والمارك داون حكينا عنها سابقا. وهنا انه هاي ذس از هيدر زي هيك، فبالتالي انه بتضيفها بتضيف هذه النوتس انت عندك كمارك داون. ففعليا انا غيرت على النوت بوك تبعتي فبدي احفظ هذا الكلام عشان انت تسلمني اياه. فبتروح هنا وبتختار هنا Save and Run All Commit، هذه النسخة اللي حيتم حفظها. ففعليا هي شايف صار انه هو بيشتغل الان حاليا على فيرجن 2 بعد ما يخلص. اوكي هاي فيو، وفعليا بحكي لك هنا انه انت عندك هذه فيرجن 2 اوف 2. ممكن انا ارجع للنسخه الاولى بروح بفتح هنا هيو بيجيب لي اياهم انه فيرجن 1، بضغط عليها بروح بيجيب لي الفيرجن القديمه وهنا بحط لي التاريخ وهذه فيرجن 2. وزي ما انت شايف انت عندك هنا البلس زي الجيت هاب بالضبط، وانت ممكن انه انت تجيب الديفرنسز تبعتهم. ففعليا الكاجل هي عبارة عن منصة انت ممكن تستعرض فيها عضلاتك ان صح التعبير، زي ما المبرمج بيستعرض عضلاته على منصة الجيت هاب. فالكاجل كل اللي بيشتغلوا في الديتا ساينس بيستعرضوا عضلاتهم عليها. فانت المطلوب منك انه هذه الفيرجن هاي وهذا الرابط كله انت تروح تسلمني في الواجب تمام. هاي مطلوب منك بس، فانا حصححهم اونلاين، حتطلع على النتائج تبعتك اونلاين. فهي شايف الاختلاف انه هاي ضاف الهيدر وضاف الجود باي. بدي افتح لك على فيرجن واحد، هاي فيرجن واحد حملها تمام، ما فيش جود باي وما فيش انه الهيدر موجوده. وهنا بتعطيني تحذير انه this current viewing انه an old version of this notebook، بدك تشوف الليتست اضغط هنا. فعليا هو انه انت بتظهر يعني بتشوف الفيرجن هذه من هذيك من يعني انه فيرجن واحد اوف تو فيرجنز موجوده تمام. فبرجع باكد عليك مره ثانيه بخصوص قصه الشيرنج، يا اما بتعمل بابليك او بتضيفني انا ككولابوريتور عشان اقدر اصحح، بالاضافه انه بتروح بتعمل هنا سيف او كوميت عشان انه انت تسلم الواجب تبعك. ففعليا هو زي الكولاب بالضبط تمام، بس لانه شكل النوت بوك الجبت تبعه شويه مختلف. وكل الباكجز انه انت عندك موجوده بري انستول، ممكن انه انت تشتغل عليها مباشره. الان النوت بوك اللي انا ذكرت لك اياه وينه؟ هيو حطيت لك اياه في الواجب، بتروح بتفتح الرابط تبعه هذا تمام. زي هيك
تروح بتاخذ منه نسخه زي هيك كوبي اند ايديت او فورك، بعرف شو المنيو راح تطلع عندك، وبتبدا تشتغل الشغل تبعك. كل الاساينمنت او كل الكود اللي انت كتبته على الكولاب بدك انه انت تنقله هنا، تمام؟ الان يعني بعرفش اذا في حدا عنده سؤال استفسار قبل ما انا ابدا اشرح في تنسر فلو. دكتور انا جاهز بالنسبه لعرض ايش اشتغلت في الواجب. طيب اعمل شير للشاشة عندك. تمام، بينت الشاشة. نعم تمام. انا اشتغلت على text generation انه character by character. تمام. لما بديت موديل، تمام، طبعا كان باختصار هو اول في اول لاير عندي embedding، بعدين هي الجي ار يو لاير بدل الاس تي ام، بعدين في عندي دنس. تمام. الحين كان السؤال اللي هو انا بالنسبه للبريبليكسيتي، انا طلعت لقيتهم يعني معظم الناس بيحكوا في التنسر فلو كانوا معتمدين هذه الطريقه في حساب البريبليكسيتي، بس انا مش عارف مدى مصداقيتها او صحتها. اللي هي باختصار بيعرفوا فانكشن، تمام، بحيث انه يكون عباره عن ماتريكس لقدام بياخذ الواي ترو والواي بريدكت، بعدين بيجي بحسب الكاتيجوري الكريس انتروبي للواي ترو والواي بريدكت، بعدين بحطهم ايش في الاكسبوننشال للقيم اللي رجعت من هان، بعمل ريتيرن للبريبليكسيتي. بعد هيك طبعا هذا اللوس فانكشن متنشيه، بعدين هان لما يجي يعمل كومبايل للموديل بحط ماتريكس، بدل مثلا في عندي اللوس بحط كمان ماتريكس ثاني اللي هو البريبليكسيتي، هو السيلف ديفايند فانكشن. وكان معظمهم بيعترض انه ليش لحتى الان انه الكراس لحتى الان فيش في الماتريكس البريبليكسيتي، يعني كثير ناس كانوا بيحكوا في هذا الموضوع فكانوا كاتبين هذا السوليوشن. بعدين هيك لما اجيت اعمل ترين للموديل تبعي انه صار يقول لي اللوس فانكشن والله هالقد القيمه، لكن البريبليكسيتي حسب ما احنا شايف ما كان باين عندي انه بتطلع ارقام كثير عاليه وشوي شوي بتنزل. يعني بس انا مش عارف ايش هو هذا رقم، ايش بيمثل يعني. هذا كان بالنسبه هذا سؤالي. قديش انت عندك البريدكتد تكست انه فيت للاوريجينال تكست؟ قديش انت عندك كمان مره قديش انه البريدكتد تكست؟ اسمعني بس قديش البريدكتد تكست فيت للاوريجينال تكست؟ كيف يعني الحين اقول لك؟ طول بالك علي بس طول بالك علي، انت ليش مستعجل؟ عشان انا بدي افهمك النقطه هذه، وكذلك انه انتم تفهموا يعني بقيه الطلاب شو معنات هذا الكلام. الان انا الفت نص، تمام، تخيلها زي كيف انه انت عندك اللغه العربيه الستاندرد انه حسب الجرامر، تمام، وانا اجيت انه في الحكي تبعي انه انا حكيت مساء الخير جميعا، اليوم سوف اشرح لكم عده نقاط مهمه في درسنا لليوم، وسأبدأ فورا بأول نقطة، تمام. هذا الآن أنه بالنسبة لللانجويج موديل للعربي الفصحى يفترض أنه يكون في عندك بريبليكسيتي معينة لإله، يفترض تكون منخفضة جدا. ليش؟ لأنه مضبوط من ناحية جرامر. لكن تعال أنه أنا عملت جنريت لتكست وكان كالتالي: مساء الخير يا شباب، كيف حالكم اليوم؟ اليوم راح أبدأ أشرح لكم درس جديد، والدرس هذا من الشابتر الأخير، وراح أبلش أشرح لكم في النقاط هذه هالجيت. الآن أنا حكيت النص تبعي أو الجنريت التكست تبعي هذا خير يعني بعد شوية عن القواعد، فبالتالي البريبليكسيتي تبعته راح تكون أعلى، تمام. فالآن أنت اطلع فوق شوية،
عند انه لما البربلكسيتي بتنقص عندك في التريننج او في التريننج. انت الموديل عماله هيو بتعلم وكل ما كل ماله انه اللانجويج موديل تبعه بتحسن الاداء تبعه. تمام تمام. فبالتالي انه البربلكسيتي كل مالها بتقل، معنى ذلك انه كل ما تقل البربلكسيتي كل ما بيكون اللانجويج موديل احسن، معنى ذلك انه بتحسن. والفاليو تبعته لازم تكون بالهندردز مش بالالافات، معنى ذلك انه الموديل تبعك لسه هذا سيء. شو معنات هذا الكلام؟ معنات انه الايبوكس هذه العشرة اللي انت عاملها مش كافية. الان هو انا اقول لك يا دكتور ايش كان في سبب، شوف لي بس طول بالك علي شوية يعني، خليني بس انه انا اخلص وانت على طول حت يعني حتعلق على النقاط كلها اللي بدك اياها. يعني ارجع لي على السامبل تكست اللي انت عملت له بريدكت تحت اللي كنت بدك تورجيني اياه. تمام، هنا العثور على مقبرة جزائر طوق المناقص لعمل مش readable text، لسه محتاج الموديل تريننج أكتر. عرفت كيف؟ يعني شو معنات انه انت عندك البربلكسيتي تكون بالألفات، اعتقد لو طلعت فوق انه هي 7000 او قديش اخر حاجة نعدهم هنا 76,000 هنا ستة وسبعين ألف. لكن هنا من 106,000 ل 76,000 في عندك جامب، يعني إنه بتحسن. بس أنت اللهم إنه أنت بدك تديله عدد إيبوكس أكتر عشان تديله فرصة إنه هو يتعلم عشان يديلك جنريتد تكست أفضل. بتمنى إنه من خلال هذا الشرح إنه وضحت قصة البربلكسيتي. الآن اتفضل احكي أو علق على النقاط اللي أنت بدك إياها. تمام. الآن الحين ممكن يعني حسب ما شفت إنه ممكن يكون سبب تاني إنه أنا في عندي الأخبار أو عندي التايتل ساعة الأخبار هي تايتل يعني اللي انتعها مش ثابت. تمام. فلما أنا دخلت لما قسمتهم عبارة عن سيكوانشال على في النيورال نتورك في الكاركترز قسمته 90 كاركتر، وحتى لما جيت اعمل جنريت ل 90 كاركتر فمش كل الاخبار مش كل الاخبار انهم 90 كاركتر. فهو ايش بروح بيعمل هنا؟ انا بعطيله اول مثلا اول خمس حروف. تمام. فهو بروح بيعمل جنريت لحروف مش كلمات، لانه الكلمات انا صار عندي انه كثير بتاخذ وقت لما اعمل تريننج. يعني شوف انا اشتغلت على كاركتر ليفل تكست جينيريشن، وكان انه التكست اللي بيعطيه بعد ما انت تديله تريننج كافي ريدابل وممتاز، فبالتالي قصر التكست مش كتير انه مؤثر في الموضوع اكتر ما انه انت بدك تديله عدد ايبوكس اطول او اكثر عشان انه هو يتعلم. فالتفسير تبعك انه هو مجرد انه انت يعني بتحذر، يعني مش انه هو فعلا تفسير حقيقي. لانه لو 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 انت يعني انت استعجلت وحكيت هذا التفسير، يعني لو انت اديته ايبوكس اطول والتكست اللي الجنريتد تتحسن اكثر، ساعتها بتصير انه لا النظريه تبعتك مش صحيحه. عشان هيك لا تستعجل وتحكي هذا الكلام. الان بدي انا ارجع للداله تبعتك اللي انت حاطها في البربلكسيتي. ورجيني انت من وين جبت هذا الكلام، انه انت ممكن انه انت تستخدم هذا الكلام عشان انه انت تحسب البربلكسيتي من خلال الكيراس. إيه ماشي، هجيب المصدر تبعها من الانترنت. ماشي دقيقه واحده بس اتذكر وين ممكن موجود. حتطول يعني اسيبك ونرجع لك تاني ولا فححطه في الشات لانه انا سكرته كان هذا قبل 3 ايام. اوكي خلاص هحط لك هحط رابط في الشات. اوكي نرجع له هذه النقطة عشان اقول لك انه اوكي انه انت تستخدمه. تمام ولا لا ما بنفعش انه انت تستخدمه. تمام. اعمل ستوب شيرينج. نعم. طيب شباب مرة برر انه هل في حدا عنده سؤال باستخدام الكاجل؟ استخدامه سهل جدا. إذا في حدا عنده أي استفسار بيحكي أو إنه كيف بده يعمل الواجب إنه هو يحكي
لانه انا الان بدي ابدا في التنسر فلو، انه انا اشرح لكم بشكل مبسط في التنسر فلو. ايش يا شباب؟ طب على الاقل احكوا لي انه واضح مش واضح اي حاجه. تمام تمام دكتور معاك. ماشي. طيب الان هاي اول مصدر اللي هو في ستاك اوفر فلو، كمان بيأشر على تنسر فلو دوكيومنتيشن. دقيقه واحده احطه في الشات. على الشات دقيقه واحده. تمام، هاي اول لينك، هذا من الحاجات اللي اعتمدت عليها في القراءه. في كمان أكم من مصدر، في كمان أكم من كتاب حكوا في هذا الموضوع، كانوا تقريبا هم 2020 الكتب، بس اتذكر أطولهم تاني. كمان هذا المصدر بيحكي على موضوع انه في الكراس، انه كمان كان يعني من ضمن وهذه على الجيت هاب. كانوا بيحكوا في الاشيو للاس تي ام، لكن كانوا بيحكوا انه ليش انه ما حتى الان مش موفرينها. ففي هم يعني هتلاقي في من ضمن النقاش انهم بيحكوا في الموضوع هذا. هاد بعض الريسورسز تاع على الانترنت، انا عشان انا مش كانت يعني مش واضحه بالنسبه لي كثير، فعشان هيك كثير بعكشت. في برضه معناتها دكتور كمان كلاس انا استعملتها للبريبلكسيتي تقريبا نفس الفكره، بس بضيف بعد الاكسبوننشال مين للريزلت، وكانت النتائج افضل تقريبا، يمكن كانت النتائج بحدود ال 4000، وتقريبا عند عبد الله كانت 63000 اعتقد. قديش انت على التريننج كان؟ قديش اكم تقريبا إبوك؟ نفس الايبوك، نفس الايبوك كانت تقريبا 4000، بس الاركتكتشر عندك وصلت ل1000. بس النتورك انت عندك ديبر يعني؟ لا المفترض عنده افضل، لانه انا النتورك عندي اول واحده كانت امبيدد، بعدين كانت الثانيه دنس، بعدين الاخيره اعتقد دنس، وفي الثانيه كانت اللي هي امبيدد، بعدين سمبل ار ان ان، بعدين دنس. فمفترض في النتورك اللي عنده تكون نتيجه افضل. أنا اسمش على النتيجة بقدر هو عملية الحساب اللي صارت على البريبلكسيتي شوي. أنت في عندك اختلاف فيها، بطلع عليها إنه ضايف عليها المين وعامل ويت للكلاسز، عامل المين بعد وحط معطي ويت للكلاسز. بدك حدا أشطر مني في هذا الموضوع. اوكي، هو يعني انه الاوتبوت السوفت ماكس هي يعني لما يحولها لسوفت ماكس بتتحول لبروبابيلتي، فهو بحطها انه كاكسبوننشال
في كمان لقيت طريقة تانية هي بالـ NLTK لكن مباشرة، هاد مش بتحطش كمتريكس لكن في كريزلت ممكن تبرر ايش التو سنتنسز وهو بيعطيك البريبليكسيتي من خلال الـ NLTK متريكس مباشرة. هذه يمكن أزبط، لأنه هنا يعني أنت لو طلعت على المعادلة هذه عبارة عن حاصل ضرب the probability إنه wi given wi minus واحد واحد على، تمام؟ وطبعا هذا كلام تحت الجدر، فهنا إنه هذا إلهم كلهم، إنه حسب the perplexity كلهم إلهم كلهم، جاب المتوسط مجموعهم على عددهم، بعدين إنه راح عملهم exponential. أوكي ماشي. طيب هنا محطوطة هي كإشيو هنا تحت شوي، بصيروا يحكوا في الموضوع إنه كيف بدي أحط المعادلة، يعني في كتير حطوا حلول للموضوع. أنا رافع للباور 2، أنت ما كنتش رافع للباور 2 صح؟ صحيح، هي باي ديفولت قالوا انه صحيح قالوا انه حيتعمل مشكله، ف في ايشو الثاني حكوا انه مباشره استبدلها بالاكسبوننشال للكروس انتروبي افضل. طب اوكي خلاص، يعني ممكن انه انت تحسب يعني تعتبرها انه هي المتريك تبعتك وتمشي على هذا الكلام، ما في يعني في اساس للاشي هذا، خلاص ما في مشكلة. طيب خلينا نحكي في التنسر فلو، التنسر فلو سلاش توتوريالز، شوف كيف تتعامل معاه، بدك تتعامل معاه بالطريقة هذه. طبعا هنا حطيت لك إنه تنسر فلو توتوريالز، هنا حطيت لك كويك ستارت، تمام؟ والعلاقة بين تنسر فلو والكيراس ببساطة شديدة جدا جدا، إنه كان تنسر فلو في البداية إنه في هيك شوية تعقيد في الكود، ففي واحد إجا حكى إنه لا أنا بدي أخلي إنه يعني أعمل زي طبقة إضافية بحيث إنه هي تسهل التعامل مع تنسر فلو، وسماها كيراس، وبعد هيك إنه تم دمجها أصلاً في تنسر فلو، فجوجل فعلياً إنه عملت أكوزيشن لكيراس وصارت إنه هي ضمن الكود تبعها. طبعاً هنا في عندك فيديوهات تعليمية كتير، إنه في بدك تاخد بالك من الفيرجن بشكل كبير، لأنه أنت عندك في compatibility issue في الفيرجنز تبع تنسر فلو، تنسر فلو 1x في شوية مشاكل في الكود، لو لا يعني آخر نسخة هي 2x، تمام 2-3 زي ما احنا شفنا الآن. فالآن يعني في الغالب أنه الكود 2-3 مش هيكون كومباتبل مع النسخ القديمة، والعكس صحيح في الغالب، فعشان هيك انه انت بدك تخلي بالك من النسخة في الوصفات اللي انت بتتعامل معها. هذا الفيديو بيشرح لك تنسر فلو مع كيراس، وهذا انه introduction to machine learning. machine learning انتو اخدته قبل هيك، لكن الفكرة في الموضوع انه هنا خلينا ناخد البيجينر quick start. فعلياً
أنا بدي أعمل بناء شبكة عصبية بتعمل تصنيف للصور، وبعديها بعمل التدريب، وبعديها الإيفاليويشن، أي ماشين ليرنينج موديل في الكراس أو ثلاث خطوات. تبني شبكة، تعمل تدريب، بدك تحسب دقة النتائج. فهنا يعني هاي إنه importance of flow as TF، تقدر إنه أنت تشوف الفيرجن، هنا بحمل الداتا سيت، هنا بيجي الشغل. هذا الكلام حيجي يتكرر عندك بشكل كبير. فأنت بدك تبني موديل راح يكون إنه عبارة عن sequential model. إيش معنى sequential model؟ إنه أنت بتصفط الطبقات وراء بعض بهذا الشكل. طبعاً الطبقة الأولى أنت عندك flatten، لأنه فعلياً إنه أنت عندك الصورة، لأنه هذا تصنيف صور، أنت عندك الصورة صورة مربعة زي هيك 28x28. فهو إيش راح عمل؟ عملها flatten، معنى ذلك إنه حولها لفيكتور واحد، يعني زي كأنه حولها بهذا الشكل. متخيل معايا كيف؟ يعني أخذ الصف الأول هي وحط لي إياه هنا زي هيك، بعدها أخذ الصف الثاني هي أخده وحطه هنا. هاي معنى طبقة الفلاتن هذه الموجودة. بعد هيك أنت بتيجي عندك طبقة الدنس. طبقة الدنس هي نفسها المصطلح FC أو Feed Forward Neural Network اللي احنا شرحناه في الباب السابق، تمام؟ أو Multi Layer Perceptron، هذا كله نفس المصطلح، تمام؟ وهذا الكلام أنا حرجع لك هنا على التشابتر اللي احنا شرحناه في هنا. نرجع ل Neural Networks and Neural Language Model في صفحة 123. كل المصطلحات هذه احنا حكيناها. هذه التان اتش والريلو هتلاقيها انه هي موجودة. الXOR Problem، Linear Separable، أوكي، Feed Forward Neural Network، Multi-Layer Perceptron، Fully Connected، وهي كتبت لك إياها هنا Dense. ففعلياً إنه هذا الكلام إنه أنت صرت عارف شو شكل أو كيف شكل الشبكة في Forward Neural Network، كيف شكلها، إنه أنت كيف ممكن تتعامل معها هي بالشكل هذا زي هيك. إنه أنت عندك طبقة Input، تمام؟ وهذه fully connected. فالطبقة الدنس انه هاي اللي هي H1 H2 H3 Hn، فكل طبقة هذه انه هي fully connected مع كل النيورونز في الطبقة اللي تليها، تمام؟ طبعا هذه الدروب اوت عشان انه انت تتجنب الاوفر فيتنج، تمام؟ الان كيف انه انت بدك تعمل ترين؟ طبعا انت لما تعرف الموديل ايش بلزم كمان، انه بعد ما انت تعرف السيكوينشال موديل بلزم انه انت تعرف اللوس فانكشن، تمام؟ عاده انه بتكون حسب البروبلم اذا كانت كاتيجورايزيشن او ايش بالضبط، وبدك تعرف تعمل كومبايل للموديل، تعرف ايش الاوبتمايزر، تدي له اللوس فانكشن بالاضافه للمتريكس. خلص هيك الموديل صار جاهز. الخطوه اللي بعديها فيت، تمام؟ والخطوة اللي بعديها ممكن تعمل model dot predict أو model dot evaluate، تمام؟ فلو أنا لو إحنا لخصنا هذا الكلام في يعني إنه أنت بس إنه أنت تكون في عندك يعني متخيل إنه الكود كهاي abstraction شو الخطوات تبعته. الخطوات تبعته إنه الموديل بتساوي انه بتروح بتبني انه كيراس دوت موديل دوت سيكوينشال، تمام؟ وبتفتح اقواس زي هيك، وساعتها انه انت بتصير بتعبي في الطبقات تبعتك. فهي بتعرف لاير واحد، لاير اثنين، وهكذا، تمام؟ بعدها بتعمل model.compile، تمام؟ ايش بتروح بتدي اللوس والاوبتمايزر والمتريكس. بعدين انت عندك model.fit، تمام؟ في له باراميتر هذه، بس هذا معناته انه انت بتعمل train للموديل، تمام؟ بعدها انت عندك model.predict عشان تعمل predict
لفاليو معينة. طبعا هنا في باراميتر وفي عندك موديل دوت ايفاليويت طبعا حسب المتريكس اللي انت حددتها. هذا باختصار. فالآن انت وين ممكن تغير؟ ممكن تغير في الطبقات هذه بهذا الشكل، تمام؟ فهو فعليا انه هاي الاول شغله انه انت يعني ككويك ستارت انه انت ممكن تعمل تصنيف للصور باستخدام هذه الطبقات. الان لو رجعت، تمام، انه هيك انت خلصت التوتوريال. الان تعال اطلع لي على التقسيمه هذه. التقسيمه هذه هنا بقول لك ماشين ليرنينج بيزكس ويذ كيراس. تعال اطلع عليها. هنا image classification، هنا text classification، regression، overfit، underfit للناس اللي اخذت machine learning، وهنا بورجي لك كيف تعمل الدروب اوت عشان تتخلص من الoverfit، وهنا الهايبر باراميتر تونينج. فانت ممكن انه انت تروح باتجاه التكست classification. text classification هنا بستخدم neural network عادية، وفعليا انه بدي يعمل sentiment analysis typical classification problem للموفي ريفيو داتا سيت، طبعا من السايت تبع IMDB، تمام. طبعا السايت هذا اكيد يعني عارفينه صح، هو بيحتوي على مراجعات للفيديو، يعني ممكن انه IMDB ها تفتحه زي هيك. بدي أدور على فيلم، أنا بدي أحضر فيلم، فممكن أنا أشوف مراجعات وقبل ما أنا يعني أنه أنا يعني أضيع وقتي وأحضره، يعني على سبيل المثال هذا التصنيف 9.6، تمام. فبالتالي ممكن أدخل عليه. أوكي، فهذا التصنيف 9.6 بالنسبة للمراجعات، وهنا حتلاقي الريفيوز التوب اب في سايت. هذه الستوري لاين، هذه اليوزر ريفيوز، هذه هي الشغلات اليوزر ريفيوز. فبالتالي هذا المستخدم هيو مديله 10 نجمات وبدا حاكي عليه، تمام. تعال اطلع على الريفيو اللي وراها. فممكن انه انت سي 2000 مستخدم عملوا لهم عملوا ريفيو لهذا الفيلم. هذا 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 مدي 10 من 10، الثاني برضو 10 من 10، تمام. هنا بحكي عنه انه outstanding، وهنا بحكي له انه one of the best Indian web series، تمام. 10 من 10. هنا قال له perfect، ببساطة great story direction and acting must watch، يعني بنصحك انه انت تتفرج عليه. اوكي، فبالتالي يبدو انه مراجعاته كتير كويس، فبالتالي انا بتشجع انه انا احضر هذا الفيلم. ممكن انه انت تبحث على فيلم زي على سبيل المثال انه The Message، كلكم تعرفوا هذا الفيلم. دي مسج اللي هو اخراج او هذه الكاست انتوني كوين، تمام. فيلم الرساله بالانجليزي، يعني بالعربي بالانجليزي، انه this epic historical drama and the lifetime of the prophet Muhammad عليه الصلاه والسلام، تمام. and serves as introduction to early Islamic history. طبعا الإخراج مصطفى العقاد. فتعال تيجي تطلع على المراجعات، تمام. definitely worth seeing إلى آخره من المراجعات. فهذه الداتا سيت إنه أنت بدك إنه أنت بناء على هذه إنه أنت تبني موديل للتكست كلاسيفيكيشن، وأنت تصنف إنه هذا الريفيو بوزيتيف أو نيجاتيف من خلال الماشين ليرنينج. فعليا هو بيبدأ يحمل في الداتا سيت، تمام. هذا كله كلام تحضير للداتا سيت، مش هشرح لك فيه إشي كتير باي عادي، لكن انه انا حبدأ لك من عند
من عند هنا. هنا بعرض لك سامبل بعد ما حولهم لأرقام. حبدأ لك من عند هنا. شايف كيف بدأ تتكرر معاك العلم؟ موديل TF Keras Sequential. إيش عمل؟ صفى الطبقات وراء بعض. الطبقة الأولى Embedding، حط لها Dropout عشان يتجنب الOverfitting. طبعاً كل ما يكون في عندك يعني أنت هنا لما استخدم طبقة Average أو Global Average Pooling 1D، تمام، وآخر طبقة Dense واحد. ليش واحد؟ لأنه هو Binary Classification، إنه Positive أو Negative. بعدها هنا Compile، شايف كيف بدأ يتكرر معك الإشي. حدد المتريكس والأوبتمايزر واللوس. بعديها هنا History Model.fit، طبعا هنا خزن Model.fit في الهيستوري عشان بده يعمل بلوت. هاي حورجيكم البلوت. هيو هنا بحكي لك انه انت عندك اللوس هيو بقل. فانت لو عملت بلوت انه والله هاي انا عندي البربليكسيتي انه بتقل معايا، بيكون كتير ممتاز. فبعد يعني فت هذه ببدأ بعملية الترينينج، وهنا هنا عمل إيفاليويت. فهيك بتكرر معك. فهي ماشين ليرنينج إنترودكشن أو بيسكس ويت كيراس. هتلاحظ هنا برضو كذلك أنت عندك في التوتوريال أنا بدي لك هنتات سريعة أو تلميحات سريعة كيف أنه أنت تستغل هذه التوتوريال بشكل سريع جدا. هنا load and pre-process data، فهنا موضح لك إيش أنواع البيانات اللي أنت ممكن تتعامل مع. عندك تتعامل مع صور، بدك تتعامل مع بيانات CSV. طبعاً هذا الكلام إنه out of the scope of this course، يعني خارج نطاق هذا الكورس. إحنا على إيش بنركز؟ بنركز على التكست. ففعلياً هذه إنه load and pre-process data وتركز هنا على التكست، ممكن تستفيد منها في البروجيكتس والassignments بشكل كتير كبير. بورجي لك كيف تبني الفوكابلري، كيف انه انت تعمل انكودينج للتكست وديكودينج للتكست وكل الامور هذه. فهذه الوصفه هي مع الشرح واضح جدا انه انت كيف بدك تتعامل معها. تمام. بعد هيك هنا الاستيميتور انت مش كتير معني فيها. هنا ديستريبيوتد تريننج، هنا عندك ايمجز برضو اوت اوف ذا سكوب اوف ذس كورس. انت عندك هنا التكست، هنا التكست بتصير انه احنا معنيين فيه، انه هنا تشوف الوصفة المتعلقة بالword embedding. تمام. نفس الفكرة هتلاقي انه بعد ما شرح انه احنا عندنا هنا الموديل بيعرفه ايو sequential model. أول طبقة الفيكتورايز لاير، تاني طبقة الإمبيدينج. بعد الإمبيدينج عادة بحطه أفريج بولينج. بتلاحظ هنا مش حاطين دروب أوت عشان الأوفر فيتينج. وهنا عمل كومبايل وفيت بهاي الطريقة. تمام. هنا الورد تو بيك اللي بدي لك إنه مثال، هنا بشرح لك يعني مثال عليه انه مستخدم ويندو سايز مختلفة 2-3 كيف انه نتيجة انه هي بتطلع معاه. تمام. هنا مستخدم السكيب جرام TF Keras Pre-Processing Sequence سكيب جرام وفت الطبقات تبعته. تمام. في انت عندك هنا Text Classification with RNN Text Generation، فممكن انه انت تستفيد هنا من التنسر فلو بهاي الكيفية. فباختصار التركيز وين راح يكون؟ التركيز انت عندك على هاي الجزئية تنسر فلو تيتوريال، انه انت بس تستكشفها. هنا في جزئية انه Machine Learning with Keras. تمام. هنا lead load and pre-process data، وبدك تركز هنا على جزئية التكست، وجزئية التكست هنا تتطلع على الوصفات.
والخطوات هي عبارة عن إنه أنت تعرف موديل sequential model، تمام، تعمل له compile fit predict evaluate. هذا كل ما في التنسور فلو ببساطة. الآن كل هذا اللي أنت شايفه في التنسور فلو ممكن إنه أنت تشغل الأمثلة هذه، يعني هنا بحكي لك إنه أنت ممكن تشغلها على الكولاب، أو ببساطة تروح إنه أنت تنسخ التكست أو تنسخ الكود زي هيك، تضغط على هذه، تمام، وتروح هنا على ال على ال على ال على النوت بوك تبعت الكاجل وتعمل بيست للكود وتعملها رن، بيشتغل معاك، ما في أي فرق بالمرة يعني. بس إنه الفكرة في الموضوع إنه على منصة الكاجل إنه الداتا سيت أنا هي موجودة عندي وقسمتها بالطريقة اللي أنا بدي إياها. فهذا ما أنت بتحتاجه في موضوع التنسر فلو كبداية، إنه أنت بتشتغل على الكود، يعني إنه أنت بس إنه أنت محتاج إنه أنت تأخذ وصفة وتطبقها وتفهمها. لو في جزئيات معينة في الوصفات هذه أنت مش فاهمها، ممكن إنه أنت تطلب مني إنه أنا أوضح لك إياها بالزيادة، حتى يعني من ناحية تكنيكال ككود أكتر، إنه أنت مش فاهم ليش هو هيك عملها، ممكن أنا أوضح لك إياها بشكل أكتر بكتير من يعني أبسط لك إياها بشكل مباشر إن شاء الله. فهي باختصار التنسر فلو كيف إنه أنت تتعامل معه. وإذا في عندكم أي أسئلة أو استفسارات حاليا أنا جاهز للإجابة عنها. تمام الأمور هيك يا شباب. دكتور في سؤال بس بالنسبة طبعا للواجب. إحنا لما جينا عملنا التدريب يعني في المرات السابقة ما كان يزبط، ما زبطش معنا على التنسر فلو على الفلو، غير إنه نعمل زي باتش كل مرة يقسم الداتا، فهذه هي زبطة أعتقد، اللي هو المثال كان موجود في التكست جينيريشن اللي مرت عليه قبل بشوية. فمش عارف ليش يعني ما كانش يزبط معنا، غير انه لازم نعمل تقسيم للداتا يعني وتصير كباتشز. طيب الـ انت في عندك هنا سايت اسمه ماشين ليرنينج جلوسري، تمام، عادي اصلا عاملها جوجل، تمام، بشرح لك بيشرح لك كل الأشياء اللي أنت يعني بتكون إنه هي مش واضحة بالنسبة لإلك، يعني من ناحية إنه هي accuracy كيف بيحسبها، تمام، المعادلة تبعتها في المتريكس، إنه أنت مثلا في عندك ريلو، إيش هي الريلو for example، إنه هي الريلو إنه هي عبارة عن activation function، الانبوت تبعها بيكون negative أو zero، عفوا إذا كان الانبوت negative أو zero بيكون الاوتبوت 0، واذا كان بوزيتيف تمام فبالتالي الاوتبوت بيساوي الانبوت. فهنا الريكرنت نيورال نتورك بيشرح لك اياها شو معنات الريكرنت، كل 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 الامور المتعلقه بالماشين ليرنينج كجلوسري بيشرح لك اياها. الان موضوع الباتش شيء اساسي في النيورال نتورك، فالباتش ممكن تروح هنا على حرف البي، هنا back propagation back of words، هي الباتش. الباتش هو عبارة عن set of examples in one iteration that is one gradient update of the training. So see the batch size. أبسط لك إياها هنا كيف، يعني بمعنى إنه هي الداتا سيت تبعتك، إحنا شرحناها المرة الماضية بس ما شرحنا الباتش، إنه إحنا حكينا إنه أنت عندك هذا التريننج example I zero، تمام، 1 2 3 لغاية الآن. الآن إنه أنت راح تعمل فيد للديتا تبعتك إنه example by example على النيورال نتورك من زيرو لغاية أن خلصتهم، بتكونش أنت خلصت الليرنينج، لا لسه بيكون هو محتاج برضو يمر على الديتا سيت كمان مرة عشان إنه هو يقرر الإيرور. فبالتالي هاي إنه أنت ترجع فيد تعمل فيد للديتا سيت من أول وجديد وتلف عليها كمان لفة، هذه إحنا بنسميها إيبوك،
تمام او السبيلنج يعني في بحكي لك ايبك وات ايفر يعني كان هي انه يكون في عندك هنا وان ايتريشن على الداتا سيت. بالمناسبه انت ممكن تعمل كليك هنا بروح بودي لك عليها مباشره. الان انت ممكن تعمل فيد لوان اكزامبل بتقول انه اه والله في طلع عندي ايرور, بتروح بالباك بروبيجيشن تقول عدلوا الويت, رحت عملت فيد للسكند اكزامبل قلت والله في عندي ايرور بقول عدلوا للويت. لا انا بدي اياك ايش تسوي, تروح تقسم البيانات بهذا الشكل تمام, هذه البيانات كلها, وتقول لي انه هذه باتش 0 هذه باتش 1 وهكذا تمام. ايش معناته؟ انه انا خليني الف على هدول الاكزامبل كلهم واشوف مقدار الايرور كله كسام سكويرد ايرور, اجمعه واربعه او حسب مقدار يعني كيف هو بحسب المتريكس تبعته او بحسب اللوس او بحسب الانتروبي تمام, وبعديها بنروح بعمل ابديت مره واحده. فهي معنات انه that is one gradient update, لانه انه انت عندك الداتا سيت, انت عندك يعني في الديب ليرنينج بشكل اعتيادي انه انت لازم تكون بعشرات الالاف, يعني ممكن تكون عندك داتا سيت فيها 100,000 انستانس او حتى مليون او 5 مليون انستانس. لا يعقل انه انت كل تريننج اكزامبل تروح تعمل ابديت للويست كل تريننج, فبصير التريننج فيري فيري سلو. فكيف بده انه احنا نحسن هذا الاشي؟ لا, بتعمل ابديت, احسب لي كل الاخطاء وبعملهم بصححهم مره واحده بعد ايش, بعد باتش معينه. فالباتش بدك تحدد السايز, انت عندك داتا سيت فيها 100,000, قديش بدك السايز تبع الباتش, انه عمل لك تصحيح او عمل ابديت بعد كل 100 اكزامبل, بعد كل 400, بعد كل 500, كل 1000. فهذا هو الباتش. ففعليا في التنسر فلو تعريف الباتش شغلة أساسية. في عندك شغلة تانية اللي هي البفر سايز. هذه الشغلات انه انت هنا لو طلعت على اي وصفة, نرجع هنا على التكست وخلينا نشوف, او خلينا نشوف هنا انه الماشين ليرنينج بيزكس على التكست كلاسيفيكيشن, لانه هو كان يستخدم هنا في الموديل طبقات عادية, طبقة embedding مش طبقة RNN بالمناسبة, يعني هنا طبقة embedding تمام. مع embedding لازم تستخدم average أو global average pooling, وبعديها طبقة dense, مش مستخدم RNN بالمرة تمام. ففعليا أنا هنا بدك ترجع هنا للكود وتشوف شو معرف. هيو الباتش سايز 32 تمام. وفي شغلة تانية اللي هو البفر سايز, ممكن نعمل عليه سيرش بفر, البفر سايز, البفر سايز هنا بيحددوا هنا اوتوماتيك تون. البفر سايز اللي هي مجموعة examples اللي بتكون محطوطة في يعني في الرام, فبالتالي بتعتمد على حجم الرام انت عندك في الماشين. يعني خلينا نشوف هذا المثال انه نشوف محددها هو ولا لا. مش محدد في هذا المثال البفر سايز باتش. كروس باتش اور كوليكشن في بفر. اوكي طيب خلينا نشوف هنا
text classification with RLAN. هنا محدد انه البفر سايز والباتش سايز محدد التنتين. ايش معنات هذا؟ انه بيقول لك انه البفر سايز اللي هو يعني عدد الاكزامبلز اللي او عدد يعني لانه هو فعليا بيحمل الداتا سيت انه as batches، ف قديش عدد الباتشز اللي فعلا انه هي تكون موجوده انت عندك في الذاكره في نفس الوقت، لانه يعني معنى ذلك انه انت لو قسمت ال 10000 على 64 بقدر يعني كانه تقول انه انا بقدر انه اعمل كذا باتش في نفس الوقت لانه هم موجودين في الذاكره. فنرجع هنا باتش سايز، خلينا نرجع له الباتش سايز انه the number of examples in the batch. في الاستوكاستيك جريديان ديسنت تمام انه بتكون واحد، وايل ذا باتش سايز ان بيني باتش ممكن يكون انه بين العشرة والمية، وعادة انت بتثبته في مرحلة التريننج. خلينا نشوف الايتريشن، نرجع تاني هنا. الباتش هاي الايتريشن انه a single update of our model weights during training. تمام، هذه iteration. في عنا الابوك الاي هيها eager execution early stop embeddings environment هاي الابوك a full training pass over the entire data set. فهذا الجلوسري كتير كتير راح يساعدكم في فهم الموضوع. ممكن انه هنا انه البي نروح باتجاه البفر سايز نشوف في بحكي عن بي يو بوكينج، لا مش موجود البفر سايز او البفر. في هذه شغلات انه لازم انه عشان هيك انه ما كانش ظابط معك، لازم انه انت تقسم البيانات لباتشز. الان تقسيم البيانات لباتشز انه من ناحيه انه مبدا كتير مبسط. كيف يعني؟ خليني ابحث لك هنا. هنا اكتب باتش. وموجود دكتور المثال في التكست جينيريشن ماشي موجود هنا، بس هو اصلا موجوده كميثود في الداتا سيت. الداتا سيت هنا في عندك، هنا هتلاقيه انه راح يحكي لك انه ايش الميثودز. في عندك apply as number iterator هاي هباتش. اوكي، فهي الدالة تمام. بدك تحابب تشوف يعني هيك يعني باتش، فانت بتقول له الداتا سيت تبعتك دوت باتش، فخلاص هو بروح بقسم لك اياها لباتشز. يعني على سبيل المثال انه هاي داتا سيت تي اف داتا، داتا سيت رينج 8 تمام. فهو فعليا عمل لك داتا سيت مكونه من 8 يعني 8 انستانسز تمام. داتا سيت بتساوي داتا سيت دوت باتش، فهو راح قسم لك اياهم لثلاثة باتش. هما ثلاثة باتشز، مش احنا حكينا ثمانية، هاي ثلاثة وهي كمان ثلاثة وهي اثنين ثمانية، ثلاثة وثلاثة ستة واثنين ثمانية. ففعليا انت في عندك ثمانية انستانسز تمام، راح قسمهم لثلاثات. ليش؟ لانه حدد الباتش هي ثلاثة. فممكن من خلال انه انت تعمل سيرش بشكل مباشر هيك على كيف انه انت تعمل باتش، يعني بورجي لك يعني بشكل فعلا الاكزامبلز هنا انه ويل دوكيومنتد. هذه شغله. الشغله الثانيه في عندك كذلك في الداتا سيت حاجه اسمها شافل، او في النيورال نتورك انه انت لازم تعمل شافل. الشافل ليش؟ لانه في النيورال نتورك اصلا بطبعها هي حساسة لترتيب
لترتيب الفيدينج تبع البيانات. فعشان هيك عادة عشان يعني تتخلص من هذا الانحياز فنعمل شفل للبيانات. الشفل للبيانات هي بس هنا هذه كل الميثودز، هي الميثودز هي بتلف عليها زي هيك، عندك الشفل هاي تمام. فهنا بوجي لك اياها كمثال. داتا سيت بتساوي تي اف داتا، داتا سيت رينج 3 تمام. هنا عمل شفل للداتا سيت تمام، وريبيت بتساوي 2. ريبيت بتساوي 2 هو فعليا زي كانه بيكرر لك البيانات يعني عشان تشوف التاثير تبعها. هي شوف الريبيت تمام. هاي انت عندك داتا سيت مكونه من 1 2 3، فانت قلت له ريبيت 3. ايش يعني؟ كرر لي الداتا سيت هذه 3 مرات. هي 1 2 3 1 2 3 1 2 3 زي كانه بكتر الداتا سيت. ف يعني في بعض يعني الداتا سيت زي الصور يعني مثلا لو كترتها ممكن انه يعني انت صحيح انه هي نفس الاكزامبل لكن ممكن يكون في لها تأثير على التريننج. فالموضوعين اللي أنا تذكرتهم إن هما مرتبطين مع بعض اللي هو الشفل والباتش، إنه أنت بتروح بتقسمهم لباتش وبتعمل شفل للديتا سيت. وهي أنت ممكن إنه أنت ترجع لهم في الدوكيومنتيشن. هنا الدوكيومنتيشن كتير واضح، بوضح لك وبشرح لك بشكل كتير ممتاز. عدا عن ذلك لو في أي مصطلح هنا أنت مش فاهمه تمام، ممكن تروح هنا على الماشين ليرنينج جلوساري وتشوف هذا المصطلح. يعني حتى أنا أصلاً حابب أن أنا أحط لكم إياه من ضمن المادة الإثرائية عندي هنا في الموديل، فخليني أحطه بالمرة يعني عشان إنه أنا ما أنساش. وبالمناسبة أنا مددت لكم الواجب تمام ليوم 15 أو على ما أذكر إذا أنا ما كنتش غلطان. فممكن إنه بس عشان ما أنساش. أوكي طيب في أي تاني؟ أنا في الحقيقة الأسئلة هذه كتير مرحب فيها لأنه يعني أنه في أخذ وعطى. يعني لو في عندك أي سؤال لا تتردد في طرحه. تمام دكتور لالي، الكلام موجه للجميع كذلك. تمام يا خليل تمام. طيب هو بس دكتور بس الشفل يعني مش عارف فكرته مش واضحة كتير بالنسبة إلي، مش عارف هيك مش خدخ يعني مش طيب. أبسط لك إياها بطريقة فني جدا جدا جدا. هجيت أنت ممكن ابنك صغير أو أخوك صغير تيجي تسأله بتحبه إنه بتحبه ولا ما، فهو أنت يعني ممكن يعني يقول لك إنه أول كلمة أو آخر كلمة أنت حكيت له إياها يعني. فبقول لك بابا، بدك اياه يغير، فبتقول له طب انت بتحب ماما ولا بابا، رحت عكست له الترتيب. فهو يعني طريقه استيعابه يا اما بلقط اول خيار انت بتدي له اياه تمام، يا اما اخر خيار بتدي له اياه. فعشان هيك انت بتحاول انه انت تتحايل عليه وتروح
تغير الاوردر تبع الانبوت اللي انت بتدي له اياه، لانه يعني انت بدك اياه يروح باتجاه معين منحاز. ففعليا الداتا سيت انت عندك ترتيبها بترتيب معين. الان لو انت يعني مررت الداتا سيت هذه على نيورال نتورك بترتيب معين، ممكن انه يكون في عندك البرفورمانس في له شكل معين. خلينا البرفورمانس انه احنا نمثله بمنحنى بهذا الشكل، تمام؟ بينما انت لو عملت تغيير في الترتيب، ايش يعني الشفل؟ يعني انه هذه نزل لي اياها تحت بشكل اي، هذه طلع لي اياها فوق، هذه حط لي اياها كذا، هدول كلهم البلوك هذا انجليا في الاخير. فبالتالي دالة الشفل اصلا بتروح بتغير ترتيب البيانات بشكل عشوائي. لو الان انت عملت فيد للنيورال نتورك، ممكن انت تلاقي انه شكل البرفورمانس تبع الموديل انه تغير خالص، صار زي هيك، تمام؟ شايف كيف انه هو ممكن انه هو يتغير بناء على ترتيب البيانات؟ هي اللي انا بقصده في 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 هذا الموضوع. فعشان هيك، عشان انه احنا نحيد هذه النقطه انه ترتيب معين في البيانات بيؤدي لبرفورمانس معين، فبنروح بنعمل شفل، يعني نخلط الورق عشان انه ما نقولش انه اه والله ترتيب البيانات في له دخل. تمام، وضحت. تمام، في اي اسئله اخرى؟ تمام. طيب دكتور، بس في سؤال الحين. تفضل. بالنسبه الحين للواجب برضه، انت طلبت منا اللي هو نستعمل الار ان ام، في اي اشكاليه لو استعملنا يعني الاشكال المطوره مثلا من الار ان ام، زي مثلا الاس تي ام او شيء ثاني، ولا لازم نستعمل الار ان ام؟ هي الار ان ام اصلا لها نوعين، يا اما جي ار يو او الاس تي ام. طب والسمبل ار ان ام؟ ما هو يعني شوف، استنى وين انا بدي اروح. لا انا القصد فيه انه يعني انا بعرف انه مثلا في الكتاب الاس تي ام حتيجي لسه شرحها لاحقا، فيعني عشان هيك احنا ما يعني ما حبيتش استعمله، فكرت انه لا يعني حابب انه مثلا نستعمل اللي هو الار ان ان اللي هي المومر لسه فيها الشورت قبل ما تصير الاس تي ام. طيب بس عشان انا بدي اروح للتشاتر. اوكي طيب، احنا المحاضره الماضيه حكينا انه سيمبل ريكيرنت نيورال نتورك، انه احنا حكينا انه انا في عندي ريكيرنسي، تمام؟ وفي الريكيرنسي هذا احنا الهيدن يونت هذه اللي جوا ما تطرقنا لها كيف شكلها بالمره، تمام؟ وحكينا انه احنا عشان نبسط الموضوع انه هذا الريكيرنسي، انه الاوتبوت هذا رجعنا دخلناه كانبوت، رحنا عملنا unrolling للنيورال نتورك وفرطناها بمعنى آخر، وكأنه صار إنه أنا في عندي two input اللي هو ال XT وال HT minus 1، هدول الاثنين بدخلوا لل HT وعشان يطلع لل Y. وهذا الكلام هي يكررنا لأكثر من input. الآن يعني هنا أنا بدي أقفز عن الابليكيشن، هنا أنا بحكي إنه هنا RNN كبلوك خلاص، صرنا يعني ما يعني لما إحنا عرفنا إيش تفاصيله جوا صرنا نتعامل معه as a block. أوكي طيب، الآن نيجي ل اوكي ال LSTM وال GRU، تمام؟ وفعليا انه ال RNN هذا البلوك شو تفاصيله جوا او كيف شكل الريكيرنسي، ممكن نعمل امبلمنت للريكيرنسي بطريقتين، بطريقه ال LSTM وال GRU، تمام؟ ممكن مبسط، ممكن انه انا يعني هذا انا لسه قاعد بقفز في الشرح، لسه ما وصلنايوش، بس انا عشان اوضح لك ايش الفكره.
الالاستيام والجي ار يو انت عندك شكل اليونت انه من جوا بيختلف. لا هنا مش موضحة بشكل كبير. خليني من وين اجيب لك اياها، من هذه الشيت اللي هو تكتب ستانفورد ان ال بي او انه ار ان شيت. اوكي، هذا العنوان برضو لازم انه انت تحفظه. هحط لك اياه ضمن ضمن المراجع الموجوده عندنا. انه انت عندك هنا على الكونفولوشنال نيورال نتورك، تمام، وهذه الريكرنت نيورال نتورك. اوكي، في الريكرنت نيورال نتورك انه هنا بحكي لك عن الاركتكتشر تبعت الريكرنت نيورال نتورك. انه انت عندك هنا اكس تي واي تي، تمام، تفاصيلها من جوا كيف شكل الهيدن ستيت اللي موجوده جوا، هي تفاصيلها، تمام. ف انا بحكي لك على الانواع هنا، هذا برضو احنا هنتطرق له 1 تو 1. انه انت عندك هذه عباره عن تراديشنال نيورال نتورك، انه انت عندك الانبوت اكس والاوتبوت واي، لكن هنا انا عندي 1 تو ماني، هذه عبارة عن زي الميوزك جينيريشن، انه انت بس بتدي له اول نوت وهو بروح بدي لك بقية القطعة الموسيقية. او ممكن هذه برضو ضيف عليها انه تكست جينيريشن، انه زي ما انت عمل جينيريشن انت عندك عثرة، تمام، انت بس اديته اول انبوت وهو راح كمل بقية الخبر زي هيك. فهذه ميوزك جينيريشن او تكست جينيريشن. عندنا هنا ماني تو وان. في الماني تو وان انه انت عندك الانبوت هو عبارة عن سيكونس اوف ووردز اكس 1 اكس 2 اكس 3، والاوتبوت جاست وان اوتبوت. انت بتحكي لي باينري كلاسيفيكيشن، يا بوزيتيف يا نيجاتيف سنتمنت كلاسيفيكيشن، وهذا بينطبق على كل التكست كلاسيفيكيشن. انت عندك الانبوت سيكونس اللي هو ماني، والاوتبوت 1، وهنا ماني تو ماني. زي ايش مثلا؟ النيمد انتيتي ريكوجنيشن زي ما هنشوف في مثال اليوم. انت الانبوت عباره عن سيكونس والاوتبوت عباره عن سيكونس برضو، تمام. وفي عندك هنا بس هذه انه الطول تبعهم متساوي. عندك ماني تو ماني والطول متساوي، هذه زي الماشين ترانسليشن. انت عندك هنا الانبوت وعندك الاوتبوت، تمام، زي هيك، ولكن الاطوال تبعتهم مختلفه. زي كيف مثلا؟ زي مثلا انه زي كلمة انه واعطيته، هذه عبارة عن كلمة واحدة عندنا بالعربي لكن ترجمتها and I gave him. هاي كلمة تنتين ثلاثة اربع كلمات، فبالتالي الطول تبعهم مختلف. الانبوت واحد والاوتبوت اربعة. ف هاي معنات انه انت عندك الانبوت والاوتبوت مختلف. هنا بحكي لك كيف شكل اللوس فانكشن، وهنا انه كيف ان انت تعمل له تريننج باستخدام الباك بروبيجيشن. نيجي الان للتايب اوف جيتس، تمام. الجيت دي ايش الفكره في الموضوع؟ الفكره في الموضوع انه انت عندك فعليا انه هنا بده يكون في عندك somehow انه ميموري من خلال الريكرنسي، بده يتذكر الستيت تبعته. فعشان تتذكر الستيت انت محتاج لجيت. ففعليا انا في عندي انواع من الجيتس، في عندي الاستيام والجي ار يو، هذول الجيتس، تمام. شوف لي كيف شكلهم من جوا، هاي اللي انا بدي اوصل لك اياها. احسن بكثير من الرسمه تبعت الكتاب اللي هي هذه. وفعليا انه هنا بوضح لك لا هنا الرسمه، هاي
تمام، وضح لك الفرق بين الجي ار يو كجيت، يعني هاي البلوك وهادي بلوك زي هيك. ف يعني مش واضحة كتير شو الفروقات بيناتهم، هنا بشرح لك إياها كنص إنه كيف شكل الجيت من جوا، لكن شكل الجيت من جوا كيف شكله زي هيك. تمام، واضح جدا إنه الجي ار يو أبسط بكتير من الالاستي ام، شايف كيف واضح تماما إنه الجي ار يو أبسط بكتير من الالاستي ام. تمام، و بعتقد انه هذه ناجحه في تطبيقات معينه وهذه ناجحه في تطبيقات اخرى زي ما حنشوف الان. يعني لما نبدا نتوسع اكثر فحتلاقي انه فعليا انه في 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 تطبيقات بتكون انه هذه انه اوت بيرفورمينج، وهذه انه تطبيقات ثانيه انه هاي اوت بيرفورمينج. فباختصار ال H state هذه ممكن انه انت تعتبرها ال H تبعتك، شو تفاصيلها من جوا هينا بدنا نحكي، وانه في عنا شكلين لها، شكل ال GRU وال LSTM. بمعنى اخر بدي اوفر عليك كل الكلام هذا واقول لك ببساطة شديدا، في التنسر فلو فيش عنا حاجة اسمها RNN عادية او simple RNN. ال RNN يجب ان تكون يا اما GRU او LSTM، هاي الأنواع الموجودة. طب تمام دكتور، تمام وضحت. أنا استغربت طيب دكتور إنه في اللاير تبعات التنسر فلوم في الجي آر يو وفي ال إس تي إم وفي سيمبل آر إن إن. الآر إن إن أظن الآر إن إن اللي حطتها اللي هي كإنترفيس، يعني مش ك في اللاير في الدوكيومنتيشن. رحت على الكراس لاير في الدوكيومنتيشن كراس، بعدين على اللايرز. لا في الـ في الدوكيومنتيشن تبع تنسر فلو. اوكي، لان انا استعملتها في الواجب، انا حطيت سيمبل ار ان ان كيراس دوت لايرز هيك. اه ليه، صحيح صحيح بالضبط، في اللايرز. ايوه بالضبط، تحت في الار ان ان. ايوه في سميات بالضبط، في سمبل ار ان ان وفي الار ان ان. الار ان ان اللي فوق هذيك كانترفيس يعني، اما هذه كنتورك وشغاله كامله. اوكي، تفضل تفضل يا خليل. return sequence. اوكي، وهنا symbol or an answer. اوكي، هنا هو طب العرض بس. اوكي، خلينا نشوف العربي. المشاركات العصبيه من الناحيه التخطيطيه تستخدم طبقه ار ان ان حلقه لوب فور للتكرار للخطوات الزمنيه للتسلسل مع الحفاظ على حاله داخليه تقوم بترميز المعلومات. تم تصميم كراس ار ان ان مع التركيز على سهوله الاستخدام المدمج في GRU والLSTM والRNN. طبقات تتيح لك بسرعة، تمام، سهولة التخصيص
طيب اوكي، متصل بالكامل حيث يتم تغذية الاخراج لأول مرة في 2014 على استيام في 97. اوكي، هاي ما كانتش implemented الا حديثا، يعني قبل فترة قصيرة السيمبل RNN ما كانت موجودة، الRNN والسيمبل RNN ما كانت موجودة، يعني كانت انه جست انه يعني GRU ولا STM، هاي التكرارات اللي موجودة او الريكورنت نيورال نتورك اللي كانت موجودة في التنسر فلو. لكن يبدو انه صار في تحديث على الكراس مؤخرا، انا مش ما طلعت عليه يعني فعليا. فأوكي يعني صار في implementation لسيمبل RNN بالطريقة هذه، وطريقة ال اوكي يعني fully connected RNN with the output to be feedback to the input. اوكي يعني هنا ما فيش جيت جوا، فبس انه مجرد انه اخذ الاوتبوت ورجع مره ثانيه انه دخله كانبوت. هنا used in notebook انه recurrent neural network with keras. اي هنا معرف embedding LSTM dense embedding GRU simple RNN. Okay, the output will be 2D tensor shape 28. هنا عنا embedding LSTM، بعديها هنا LSTM، هنا الطبقات بالإضافة على طبقات RNN. زي ما هنا الترتيب من تي 0 لتي 100، من تي 101 ل 201 زي هيك. بالباي دايركشنال تي يو دي ان ان. هذه شغلات كاستم كتير. أنا الإشكالية دكتور كنت فاهم الأمور بطريقة معكوسة. إنه السيمبل آر آن آن هي الشكل الأساسي وهدلك صار تطوير عليهم، بس يبدو إن الأمور الحين مع التوضيح اختلفت كليا. لا مش هو مش تطوير، يعني يعني انه هنا انه انت بيصير في عندك ريكرنسي. الريكرنسي كيف بيصير؟ انه انت بتاخذ الاوتبوت بتدخله للانبوت مره ثانيه، لكن هنا كيف بيحتفظ بالهيدن ستيت، بيحتفظ فيها من خلال جيت يعني تفاصيلها جوا. فعشان هيك هذا الملف هذا كملف بي دي اف للريكرنت نيورال نتورك كتشيت. خليني احفظه، لا اشحف الصورة انه اي داونلود اضيفه للريبوزيتوري عندهم. ضمن الشيت شيتس. اوكي خلي بالك هذا اخر تحديث له 2018.
فعليا لو شفتها انه طيب خلينا نرجع. في أسئلة كمان. كويس كويس جدا انه انت سألت السؤال هذا للتوضيح، انه احنا انتبهنا انه في سمبل ممكن انه انت تستخدمها. بس زبطت معك السؤال ولا لا؟ زبطت معي صحيح. طلع بقول لك البريبلكس تقريبا 4000 لانه 5 ايبوك. بنشوف كيف هده نرجع للاستيعام في الالاستي او في الجاري الالاستي ام والجاري وما جربتش عليهم. اوكي طيب هنا خلينا نروح بالترتيب نحاول نخلص الاشياء هذه. احنا توقفنا المره الماضيه عند sequence labeling صح؟ تمام. في sequence labeling انه هذا المصطلح انه انا عندي الاوتو ريجريسيف جنريشن. ايش معناته اوتو ريجريسيف؟ انه انت بدك تسوي هذه الشغله في لوب، انه انت بتدخله الانبوت زي هيك تمام عشان تعمل بريدكت الكلمه اللي بعد الهول مباشره. اوكي عملت لها بريدكت، فبروح برضو تدخل معايا هنا في الانبوت بعمل شيفت وبكرر اللوب هذه كمان مرة وهكذا 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 لغاية لما أعمل بريدكت لعدد الكلمات المطلوبة. واضح شو معنات أوتو ريجريسيف يا جماعة؟ واضح يا شباب؟ طيب الآن شو الآن في عندي تاسك تانية اسمها POS tagging، ال part of speech tagging. في هذه التاسك أنا عندي إنه ال input بيساوي ال output زي ما شفنا هنا في cheat sheet، إنه هذه عبارة عن money to money ولكن ال input بيساوي ال output. إحنا شفنا named entity هذه كتاسك، برضو ال part of speech برضو هذه كتاسك، إنه كل كلمة لازم بيقابلها تاج معين، فبالتالي هنا عدد الانبوت بيساوي عدد الاوتبوت. ايش مكون الطبقات؟ انا عندي هاي الانبوت الكلمات، في عندي طبقه للامبيدنج، بعديها بتيجي بلوك تبع الار ان ان، ممكن يكون عندي الطبقات، بعديها طبقه السوفت ماكس، وبعديها انه الارك تبع السوفت ماكس اللي هو اعلى اوتبوت انه بيكون هو التاج تبعي. ففعليا هذه عبارة عن sequence to sequence، الـ input sequence of words والـ output sequence of tag، و الـ length تبع الـ input والـ output نفس الطول. تمام. في برضو كذلك التاسك تبع named entity recognition، برضو نفس الكيفية بالضبط. الـ input عبارة عن sequence والoutput عبارة عن sequence زي ما انت شايف هنا، انه United هذه عبارة عن B، cancelled هذه O، هنا O كل كلمة في إلها tag. تمام. هنا 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 بيستخدم ال الشغلات اللي هي ال O اللي هي ال other، معنى ذلك انه هدول مش هيتطلع عليهم. تمام. وانت عندك على ايش هيتطلع؟ على البي وعلى الاي، لانه بيستخدم النوتيشن هذه اللي هو اي او بي. اللي هي انه token begins span of interest with label b inside the span. Any token outside the span interest are labeled O. فبالتالي إنه هذه begin وهذه begin وهذه begin. تمام. وهنا عشان إنه هدول الاثنين مرتبطين مع بعض، إنه هذه إنه
inside لل begin. متخيل معايا كيف الأمر؟ إنه أنا عندي هذه عبارة عن ال begin تبع التاج تبع united. تمام؟ cancelled هذه ملهاش أي named entity. تمام؟ ده عبارة عن definite article ملهاش named entity. flight from Denver هيها B to هذه other لأنه عبارة عن حرف جر. سان فرانسيسكو هدول الكلمتين عشانها انه عبارة عن location ومركبة فهنا B وهنا I. تمام؟ طيب هذه بعد ما احنا علمناهم بالبي والاي باجي هنا انا بحدد انه يونايتد هذه عبارة عن اسم الشركة organization. كل الاو هذا انا بعمل له امت يعني بستثني. انا في عندي هنا بي هذه عبارة عن location او بسيبها. سان فرانسيسكو انه هدول التنين انه بي location واي location. تمام؟ ففعليا التاجينج في النيمد انتي ريكوجنيشن بمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي انه انت بتعمل له يعني تاج او ليبلينج باستخدام البي والاو والاي. تمام؟ وبعديها المرحلة الثانية انه كل الاو تتجاهلهم والبي والاي بتروح بتحط لهم تاج بالنيمد انتي. بس انا بدي اتأكد انه انتم عندكم فعلا القدرة انه انتم تفرقوا بين البارت اوف سبيش والنيمد انتيتي. واضح الفرق بيناتهم؟ ايش التاجز انا عندي؟ ايش التاجز انا عندي في البارت اوف سبيش؟ هو ناون فيرب ادجكتيف فعل بالضبط. ايوه انا عندي هذا عبارة عن جانيت هذا اسم شخص noun phrase person. تمام. وانت عندك هنا will هذه عبارة عن mild verb او افعال يعني الرجحان. انت عندك هنا back verb. ذا هو عبارة عن definite article dt وهنا bill هذا عبارة عن noun. اما named entity انه انت التاجز انه هي عبارة عن اسم شخص اسم اسم location اسم organization بالضبط city. كل هاي الأشياء إنه هي تعتبر إنه tags. اللي بيجمع الشغلتين هدول إنه named entity والpart of speech tag إنه ممكن تستخدم فيهم والأرنا input بيساوي الoutput. تمام؟ هي عبارة عن الinput many to many لكن الinput بيساوي الoutput. طيب دكتور هو هنا المقصود انه السيك انه الانبوت يساوي الاوتبوت انه ليبل مقابله ليبل ولا طول السيكونس بده يكون كل كلمه بيكون في لها ليبل بالضبط. تمام. مش على مستوى السيكونس. لا 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 انت السيكونس هذا في التكنيكالي انه انت بتعمله بريبريشن وبتعمل فيكس للانبوت لينث. احنا ما بنحكي على اللينث ما بنحكي على الطول. احنا بنحكي انه انت عندك السيكونس هذا كانبوت له عدد معين. تمام. والاوتبوت انت عندك بيساوي نفس عدد الانبوت. ليش؟ لانه كل كلمه بيتم ادخالها لازم يكون في لها ليبل زي هيك. لكن في حالات تانية انه الانبوت لا يساوي الاوتبوت شفناها زي الماشين ترانسليشن انه انت بتيجي انه على سبيل المثال انه انت عندك عده ترجمات انه هنا مثلا على سبيل المثال مع السلامه اراكم لاحقا هذه بالعربيه اربع كلمات. تمام. هنا جود by see you later هنا طلعت أربع كلمات صحيح لكن إنه في
فعليا هنا أراكم هنا مقابلها كلمتين، ومع السلامة هنا كلمتين لكن مقابلها واحد، فبالتالي هذه ضبطت أنه زي هيك. لكن الفكرة في الموضوع أنه مش كل كلمة تقابلها كلمة، هنا أنه مع السلامة أنه إجت مقابلها goodbye، وهنا أراكم هنا كلمتين إجت مقابلها كلمة، وهنا كلمة إجت مقابلها كلمتين، فبالتالي اللينث تبع الانبوت والاوتبوت، او عفوا يعني الطول، يعني الانبوت لا يساوي الاوتبوت في باي حال من الاحوال. يعني هنا ممكن نكمل الكتاب الجمله ونقول انه اعطيته الكتاب، هذا مثال انه كثير ممتاز. وهنا the book I give him the book and I give him the book، هنا فعلياً إحنا عنا الانبوت 2 والاوتبوت 1 2 3 4 5 6 2 ل 6، فالانبوت لا يساوي الانبوت الاوتبوت، فبالتالي هذا المثال أعتقد أنه أفضل بكثير أنه يوضح لأنه الانبوت كيف أنه هو مختلف على الاوتبوت. طيب نيجي الآن للكلاسيفيكيشن. زي ما شفنا هنا في التشيت شيت، أنا عندي الانبوت عبارة عن سيكونس والاوتبوت عبارة عن هيو واحد، زي ما شفنا هنا، زي sentiment classification أو text classification. أنت ممكن تيجي تصنف الانبوت تبعك إنه هذا hate speech أو مش hate speech، أو ممكن تصنفه fake news أو مش fake news، بغض النظر إنه شو هي البروبلم، هي عبارة عن text classification. أنت عندك sequence of input والoutput عبارة عن واحد، إنه يعني عبارة عن label واحد في النهاية. يعني لما تيجي تقول إنه والله إنه يعني شوف الانبوت هذا، الفيلم ممل جدا والإخراج رديء والتمثيل رديء جدا، شايف أكم أنا حطيت انبوت يعني حوالي يعني مجموعة من الكلمات، والأوتبوت الليبل تبعهم النهاية just one label اللي هو negative خلاص. فبالتالي هنا أنت عندك انبوت إنه many input تمام، والoutput أنت عندك واحد زي هيك. فكيف الاركتكتشر تبعته؟ الاركتكتشر تبعته زي ما هي موضحة بهذا الشكل، إنه أنت عندك x1 x2 x3. هنا بنحط إنه بلوك للRNN، شو تفاصيله جوا هنا أنا ما بيعنيني، على حسب المكتبة تبعتي سواء كانت simple RNN أو GRU أو LSTM ما بيعنيني تمام. لكن هنا انه انا عندي هنا الهيدن ستيت، وهنا انا عندي السوفت ماكس اللي هو الاوتبوت، انا عندي واحد. طيب نيجي الان للستاكينج، موضوع انه نعمل ديب نتوركس شبكات اعمق، ونعمل ستاكينج للار ان ان، ونتعاطى مع موضوع الباي دايركشنال. اكيد مر عليكم في التنسر فلو وانتم بتستعرضوا بعض الأمثلة. نيجي للموضوع الأول، نعمل ستاكينج للأرنان. شو معنى هذا؟ إنه أنا ممكن يكون في عندي عدة طبقات، عدة بلوكات مش طبقات عفوا، هذا بلوك للأرنان ممكن هو في حد ذاته يكون عدة طبقات، هذا ممكن تكون إنه بلوك تاني في طبقات مختلفة، هذا ممكن يكون في طبقات أكثر زي هيك تمام. فأنا بتعامل مع هذه الشغلات إنه كبلوكات، البلوك الأول في كذا طبقة، البلوك الثاني في كذا طبقة، فبالتالي الأوتبوت تبع الطبقة الأولى بروح بدخله كإنبوت للطبقة الثانية تمام، وهكذا. والإنبوت والأوتبوت هيو كسيكونس محطوط زي هيك، هذا هو مفهوم الستاكينج في الRNN، إنه أنت تعمل ستاكينج لبلوكس تمام. طبعا هنا ركز لي على هذه الجملة، it has been demonstrated across numerous tasks، بغض النظر عن التاسك سواء كانت انه text generation، كانت text classification، machine translation، whatever، that stacked RNN can outperform single layer networks. ايش معنى هذا الكلام؟ انه stacked RNN
أدائها بيتفوق على أنه يكون في عندك طبقة واحدة. One reason of this has to do with the network's ability to induce representation at different levels of abstraction across layers. شو معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام ببساطة أنه أنت كل ما تضيف طبقات أكثر، كل ما إضافة الطبقات هذه بتروح أنه هي بتركز على representation معين أكثر أو تفاصيل أكثر في الـ في أنه بتعمل لك abstraction أكثر للبيانات. متخيلين قصة الـ XOR؟ فاكرينها؟ خلينا نرجع لها هيك بشكل سريع. هنا أنا عندي في الشابتر تبع النتورك لما أجينا حكينا إنه المشكلة هذه لينير ولا نون لينير، شو بدنا نسوي؟ إحنا حكينا إنه هنا خط بفصلهم، هنا خط بفصلهم، هذه الأند وهذه الأور منفصلوا، لكن الإكس أور وين بدي أسوي الخط؟ ففعليا أنا بحتاج خط، إيش بحتاج؟ بحتاج لخطين اللي هما هذا هنا هيك وهذا، هذا هيك وهذا. فعليا صار في انا عندي separation للكلاسز، فبالتالي بقول انه البيانات اللي بين الخطين بتكون تابعة لكلاس، واللي خارج الخطين تابعة لكلاس تاني. طيب هذه حالة انه احنا احتاجنا فيها خطين. افترض انه احنا بروبلم تانية احتاجنا فيها ثلاث خطوط عشان انا افصل الكلاسز، ايش معنى هذا الكلام؟ وزي كأنه انت كل ما تضيف طبقات اكتر ممكن انه انت فعليا هذا بيساهم في فصل البيانات. تخيل معايا الامر كيف؟ هاي 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 فكرة انه انت انه نضيف بلوكس اكتر في الار ان ان. هذه البلوكس اللي في الار ان ان ايش ممكن تؤدي؟ انه تؤدي انه يكون في عندي بيرفورمانس افضل. فبالتالي هذا هو تفسير انه انت كل ما تضيف طبقات اكثر في الار ان ان بيكون انه ادائها افضل. ولكن بدك تحذر، ايش الولكن هذه؟ خليني اكمل الجمله هذه قبل ما احكي لك الولكن. Just as an early stage of human visual detect visual system detect edges that are used for finding larger region and shapes, the initial layer of stacked neural network can induce representation that serve as useful abstraction for further layers. شو معنى في هذا الكلام؟ زي نظام الرؤية أو النظام البصري في جسم الإنسان، أو يعني تخيل معايا أنه أنت شفت شكل هيك من بعيد وبقول لك أنه في حاجة جاية من بعيد، تخيلها هي هنا في المكان اللي أنا بعلم فيه هنا، وتقول لي وين؟ مش مبينة. راح الاشي هذا قرب شوية وراح طلع معاك الشكل حاجة زي هيك. فقلت لك ايش هذا الشكل؟ قلت لي اه هذا يعني هذا شخص، تعرفت عليه انه هو شخص. بقول لك طب هو مين؟ بتقول لي لا لسه ملامحه مش ظاهرة. تمام؟ بعديها على ايش بتروح بتركز؟ بتروح بتركز على المنطقة هذه، بتروح بتشوف انه ايش التفاصيل تبعته، تمام، عشان نتحدد مين هو هذا الشخص. تمام؟ من ملامحه بتقول اه والله هذا فلان زي هيك. تمام؟ فانت فعليا انه الشكل الخارجي بيحدد لك ايش هو شخص. هل هو هذا عبارة عن انسان، عبارة عن زرافة، عبارة عن فيل، عبارة عن إيش بالضبط؟ تمام؟
وبعد هيك بعد ما تحدد انه ايش الفيرست كاتيجوري تبعته بتصير بتحدد انه والله هذا عبارة عن انسان والانسان هذا هو شخص والشخص هذا فلان زي هيك. ففعليا انه انت كل طبقة بتضيفها عندك بتروح بتركز على شغلة معينة، زي كأنه الطبقة الاولى بتروح تصنف لك انه هذا انسان او زرافة او فيل او نعامة او كذا، تمام؟ وبعديها الطبقة الثانية تروح تصنف انه هذا فيل افريقي، لا هذا فيل تبع السافانا، لا هذا فيل هندي زي هيك. وتيجي انت عند يعني طبقة تانية تبعت البشر انه انت تيجي تعطي لك تفاصيل انه والله هذا فلان او هذا فلان او هذا فلان. فبالتالي اضافة طبقات بتساعد انه انت تعمل abstraction للطبقة التي تليها، وهذا بيساعد في البرفورمانس تبع النيورال نتورك افضل ما يكون في عندك طبقة واحدة وعليها كل الشغل، تمام؟ طبعا هذا الكلام لغاية حد معين، لانه انت عندك هنا لما تكبر الشبكة بصير في عندك overfitting. لما تكبر الشبكة زي كأنه يعني السعة تبعتها انه تكبر، فبالتالي بتتجه باتجاه حفظ البيانات أكثر ما أنه تتعلم نمط البيانات، تمام؟ فهذا الكلام أنت ممكن ترجع وين؟ في التنسور فلو في عندك درس هنا للأوفر فيتينج والأندر فيتينج. إيش راح أعمل لك؟ راح أعمل لك ثلاث شبكات، أعمل لك تايني موديل شبكة صغيرة هي مكونة من طبقة واحدة، بعديها راح أعمل سمول موديل هي مكونة من طبقتين، بعديها ميديوم زود الطبقات، بعديها لارج زود الطبقات أكثر، بعديها بده يقارن بين أداء هدول الثلاثة، إنه كل ما كبرت الشبكة كل ما أحسن ولا لغاية لحد ولا لغاية حد معين. ففعليا في هذه التوتوريال بتوضح هذا الإشي إنه لغاية حد معين وخلاص، يعني بتدخل في مرحلة الأوفرفيتينج. فعشان هيك هذا الكلام هذا الكلام بدنا ناخده على العموم انه ماشي اوكي، اضافة سينجل ار ان ان، تمام؟ او عفوا اضافة بلوكس من الار ان ان افضل بكتير من سينجل ار ان ان لغاية حد معين. شو السبب؟ انه انت كل طبقة من طبقات الار ان ان او كل بلوك من البلوكس تبعت الار ان ان بيشتغل لك كابستراكشن لللاير اللي بعده، زي كأنه بيركز لك على تفاصيل أكثر لللاير اللي بعده، تمام؟ وضحت هذه النقطة موضوع الستاكينج. طيب ننتقل لموضوع الباي دايركشنال ار ان ان، مفهوم دايركشنال ار ان ان، مفهوم الباي دايركشنال ار ان ان انه احنا فعليا في السيمبل ار ان ان كنا نركز على التايم تي، تمام؟ وكنا نركز على السيكونس لغايه التايم تي، يعني ايش بحكي تي 0 تي 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 1 تي 2 تي 3 تي يعني لغايه التايم تي، تمام؟ فالآن يعني أنه في الـ hidden state T إحنا بنركز على الـ context على اليسار في الـ current time، يعني بمعنى أنه بمعنى آخر يعني كيف يعني إنه أنت عندك نص،
افترض انه التارجت وورد تبعتك هيها موجوده هنا W. فعليا انت ايش كنا نسوي؟ كنا نركز على الكلمات السابقه عشان نعمل prediction للنكست وورد، وهذا الكلام احنا شفناه في المثال هنا في اللانجوج موديل. فعليا انه انا بدخل الثلاث كلمات عشان اعمل prediction للكلمه الرابعه هيها زي هيك، تمام؟ فبالتالي انا بطلع على النص، انا عندي من جهه اليسار. طب شوف في بعد الليفت هذه انا مش عارف شو السياق، مش عارف شو هو السياق. في الباي دايركشنال تحكي انه لا هذا الكلام مش مظبوط، ايش بتحكي؟ بتحكي انه انا بده يكون في عندي الهيدن ستيت للفورورد مش للبريفيوس كونتكست، بده يكون انا عندي بهذا الشكل، تمام؟ وهنا انا عندي للباكورد اللي هو البريفيوس كونتكست بهذا الشكل. فبالتالي الاتش تي هو عباره عن الكومباينيشن بين الفورورد والباكورد هيدن ستيت. ايش المقصود بالفورورد والباكورد هيدن ستيت؟ معنى ذلك انه انا بدي اطلع على السياق من جهة اليسار وكذلك من جهة اليمين عشان انه انا اعمل بريدكت او اشوف ايش الكلمة هذه اللي انا بدي اعملها بريدكت، لانه يعني بتكون انه حسب السياق. تمام؟ فببساطة شديدة جدا جدا يعني زي موضوع الستاكينج بالضبط، انه انت في الـ RNN بيكون في عندك طبقة بتركز على السياق من اليسار لليمين، وفي طبقة تانية للـ RNN بتركز على السياق من اليمين لليسار، تمام؟ وهنا في النهاية انت بتروح تعملهم combination. فبالتالي انت عندك الـ input هذا انت بتدخله للـ right to left و left to right وال right to left، تمام؟ والoutput تبع هاي وهاي بتعمل له combination هنا. عشان هيك انت في السياق تبعك او في لما تيجي هنا عند ال basic text classification وتلاحظ الطبقات اللي موجودة انت عندك، هتلاقي انه هو مستخدم طبقات باي دايركشنال LLSTM. عادي مش هنا تكست كلاسيفيكيشن وات ار ان ان، هتلاقي هنا ايش مستخدم باي دايركشنال LLSTM من الطبقات هاي. فهنا باي دايركشنال TF Keras Layers LSTM. فعليا في هاي الطبقة زي كأنه أنت بتعمل طبقتين، واحدة بتركز من اليمين لليسار والثانية بتركز من اليسار لليمين. عشان توضح النقطة هذه، تخيل أنه إحنا عنا السياق عندي كالتالي. هو كان في بالي في مثال، استنى علي شوية. اللهم صل على سيدنا محمد عشان أتذكر هذا المثال.
نعم، خليني أحكي إنه هذا السياق زي هيك. اوكي انا اكتب لك هنا عشان انا اوكي عشان يعني اوكي تمام، هاي اجت معايا. تمام انا متعب اريد ان ما الان احنا بنحكي على العربي، انا كتبت المثال بالعربي بس الفكره انه هنا في العربي انه اوكي احنا دائما نطلع من اليمين تمام وبدي أتجاهل من اليسار. أنا متعب أريد أن، وهنا أنا متعب أريد أن. لو أنت اطلعت فقط على هذا السياق إنه يعني التارجت وورد، هذه هي التارجت وورد. أنت لو اطلعت على السياق اللي قبله بس تمام، تقدرش تحدد إنه إيش الكلمة هذه اللي مفروض إنه هي تكون. لكن السياق اللي بعد التارجت وورد اللي احنا بدنا اياه حدد انه هنا راح يكون انه انا اريد ان اكل وهذه اريد ان اشرب. اوكي ليش؟ لانه انا اطلعت على السياق هذا من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين عشان اقدر انه فعلا بشكل ادق اكثر احدد انه والله التارجت وورد تبعتي انه هي اكل ولا اشرب. لانه فعليا انه انت بتقدرش انه انت تحدد في بعض السياقات، لانه ممكن الكلمات تستخدم في سياقات مختلفة، انه يعني في مثال معين انه في سياق معين، يعني مش عارف كيف أجيب لك مثال تاني، بس بعتقد إنه هذا المثال صار واضح جدا. يعني إنه أنت عندك يعني بعض الكلمات إنه تستخدم في معاني مختلفة تمام. فيعني هذا المثال إنه أنت عندك كلمتين مختلفتين، لكن ممكن تكون إنه هي نفس الكلمة ولكن انت محتاج تحدد السيمانتك تبع الكلمه هذه. يعني السيمانتك تبعها بتحدد حسب السياق. زي ايش مثلا؟ زي كلمه انه هي نفس الشيء ولكن انه المعنى تبعها مختلف، زي مثلا ذهب ممكن تيجي جولد او ممكن تيجي الفعل ذهبة. فبالتالي انت كيف بدك تحدد انه والله انا مقصود هذا السيمانتك او هذا السيمانتك؟ بدك تطلع على النص من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين تمام. فهي فكرة الباي دايركشنال الاستيام ببساطة. ففعليا انه هي ببساطة عبارة عن two blocks of R and N. البلوك الاول بيصير فيد للتكست من اليسار لليمين ليفت تو رايت، والبلوك الثاني بياخذ الانبوت
من اليسار لليمين، تمام؟ والاوتبوت تبعهم بصير له كومباينيشن بهذا الشكل، فبالتالي انه بصير انه تعمل مانج للكونتكست في الار ان ان باستخدام انه انت تعمل كومباينيشن بين الهيدن ستيت تبعت الفورورد والباكورد ستيت، تمام؟ طيب طيب عشان موضوع الميموري هنا في مثال انه راح احتاج لوقت انه اشرح هنا انه assigning the high probability was following airline street. اوكي خلينا نتوقف هنا، تمام؟ والمحاضرة الجاية ان شاء الله بنكمل انه كيف ممكن نعمل managing للكونتكست اكتر باستخدام ال LSTM وال GRU. اوكي لانه هنا في مثال انه بدنا نوضح فيه كيف راح يتم تفسير هذه الكلمات ونتوسع اكثر في الجي ار يو وال ال اس تي ام، وبعديها ان شاء الله نحكي انه نشتغل على الوورد ولا السب وورد والكاركتر ليفل. اعتقد انه انتم برضو يعني في الاساينمنت في منكم اشتغل وورد ليفل، في منكم اشتغل كاركتر ليفل، فبرضو هذه كتير كويس انه احنا ندي هنت لها. بعد هيك السمري هيك بنكون بنخلص الشابتر وبنبدأ في الباب الجديد ان شاء الله. في المرة ان شاء الله بدنا نبدأ في سكشن 4 او 9-4 ان شاء الله، لانه اوكي بدنا نكون انه مركزين معها اكتر. إذا في أي حدا عنده أي سؤال أو استفسار قبل ما ننهي الجلسة. يعطيك العافية دكتور. في عندي سؤال كان بخصوص اللي هو الشابتر هذا، هل حتتطرق فيه لموضوع الاتنشن ولا مش هنا نتكلم عنه؟ الباب اللي بعديه، الباب اللي بعديه الاتنشن. يعني أنت لو اطلعت على الـ table of content هنا الباب اللي بعديه بنحكي فيه عن الانكودر والديكودر موديل والاتنشن والكونتكتشوال امبيدنج، فهنا في هذا الباب، في الباب اللي بعده ان شاء الله حنتوسع فيه اكثر. وهو فعلا في عنا كتير موديلز بتشتغل بنظام الانكودر والديكودر والاتنشن موديلز. في أي سؤال تاني؟ لا، يعطيك العافية. الله يعافيكم، يعطيكم العافية شباب، وبنشوفكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم على الساعة 7، تمام؟ مساء تبدأ المحاضرة، ويعطيكم العافية.